ايه بقى يا محمد المحاضر. السلام عليكم جميعا. النهارده هنتكلم على الهيب اكزامينيشن. عايزين نعرف يا جماعه وين اكزامينينج ذا هيب لازم نتيك انتو كونسيدريشن الايتيمز الاتيه. وي نيد تو ثينك اباوت وات وي ار جوينج تو فايند. يعني لازم نبقى عارفين قبل ما نكزامن وقبل ما نعمل اي تيست او اي ساين او اي رينج اوف موفمنت، عايزين نعرف احنا بندور على ايه. وبعدين لو ده بارت من البراكتس اوكي، عشان تطلع بديتا وتطلع بانفو في الاخر تقول البيشنت ده موست بروبلي هي مايت هاف سو اند سو عشان الدايجنوسيس. انما في الامتحان مهم جدا انك بتديمونستريت للاكزامينر انك انت بتقدر تعمل التيست دي صح، وبتقدر تمشي ان اللوجيكال واي وطريقه تفكيرك انك محتاج انهي تيست لانهي دايجنوسيس هو ده اللي بيفرق وبيوريه انك قادر تعمل لوجيكال اكزامينيشن اند سيستماتيك واي اوف اكزامينيشن اوف ذيس بيشنت. يو نيد تو ليسن تو وات ذا اكزامينر سيز. لازم دايما يا جماعه نسمع الاكزامينر لان هيبقى بيديك شويه كلوز وهيبقى بيوديك في سكه معينه على اساس انه ممكن يكون عايز جزء معين. We need to look as you know what you are doing. وده مهم جدا 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 جدا. And that you have examined a hip beforehand. Obviously كلنا يا جماعة أكيد مر علينا حالات hips كتيرة. واللي بيخلي الهيب examination في الامتحانات صعب إن أغلب الناس على اختلاف تخصصاتهم بالنسبة لهم الهيب examination ده ABC. فحتى لو حد بيشتغل upper extremity هتلاقيه بيعرف عادة يكزامن الهيب كويس لأن ده في الـ throughout his training he has been taught إزاي يعمله وعمره ما بينساه. فإحنا لازم يا جماعة نوصل من البراكتس بتاعتنا إن إحنا الهيب examination يبقى subconscious act وكل المعلومات أو كل الانفو اللي أنت هتقولها والknowledge والskills اللي أنت هتdemonstrate الفلو بتاعها لازم يبان إنه natural. وهو مش يبان وبس، ده هيحصل ازاي تاني ان بعيد وبزيد انك انت لازم تبراكتس كتير. And obviously you need to appear confident to the examiners. ده مهم جدا جدا جدا. طيب. What are our learning outcomes today? البيسك رولز بتاعت اي examination بتنكلود look, feel, move, special test. نفس السيكونس اللي بنعمله في اي examination هو ده اللي هنمشي بيه بالظبط في الهيب examination. طيب. Beyond the scope of the lecture, لأن الليكتشر عن الإكزامينيشن، بس لازم في الأول بنقدم جملتين على الهيستوري. الهيستوري ده ساعات بتحتاجه تاخده في اللونج كيس أو ساعات في الانترميديت كيس غير الشورت كيس. بس anyway, let's suppose إنك أنت عايز تاخد المين أو salient points اللي أنت عايز تسأل عليها في الهيستوري of the hip examination. مفروض تسأل عن البين وتأنلايز البين كويس. من وإحنا صغيرين خالص اتعلمنا إن إحنا نسأل على on course duration, side character intensity radiation, what increase and what decrease, or aggravating and relieving factors. When it comes to the hips or some other joints, لازم بنسأل على continuity بتاعت pain and whether it occurs at rest or not. بعد كده, one of the very common symptoms بنلاقيها, stiffness. بالذات لو عيان عنده inflammatory arthropathy زي الروماتويد arthritis for example. ولازم نسأل على onset والduration والprogression بتاعها. In addition, deformity لو العيان هيقدر يقولها in his own words سواء لاحظ تغير معين في مشيته في بقى limping أو في وضع معين في attitude بتاع رجل من رجلين بتوعه. وبرضه بنسأل على onset والduration والprogression بتاعها. مهم قوي نسال على الفانكشن، والفانكشن بالذات في الهيستوري تيكينج مهمه جدا لانه على اساسها بنقدر نعرف السيفيريتي اوف ذا ديزيز وبنقدر نختار البيست تريتمنت للبيشنت. تسال على الووكينج، ليمبينج، تاني سبورت، ديستانس، ستيرز، الابيليتي بتاعت العين ان هو يلبس الشراب، السوكس، انه يعمل هايجين للتولز، يقص ضوافره، قادر يركب ترانسبورتيشن بابليك ترانسبورتيشنز ولا لا. اللي منكم يا جماعه بيحب السكورز هيلاقي ان الايتمز اللي انا قلتها دي موجوده في وات وي كول اوكسفورد هيب سكور. مهم قوي يا جماعه وانت بتحصل درجات في الامتحان انك تحاول تبان كونفيدنت، وفي نفس الوقت في حاجات ممكن تقربك من الدرجه النهائيه. انا برضو هتكلم شويه للبراكتس وشويه للامتحان.
فانا دلوقتي في الاكزام الاكزامينر لقاني بقول من اول الهيستوري لقاني بقول الايتمز بتاعت الاوكسفورد هيب سكور، يبقى هو يبتدي معايا من 8 او 9 من 10 لو هو ناوي يبدا، لان هو عرف خلاص انا ازاي بتكلم بطريقه اليجنت عن الفانكشنال سكور بتاعه. في ويب سايت معروف جدا orthopedicscores.com، انصحكم ان كلكم اللي عايز يعرف الايتمز بتاعه الاوكسفورد هيب سكور والني سكور اتسترا هيلاقي الويب سايت ده جميل جدا. مهم قوي في other points of the history whether في الهيب او الـ other joints انك تسال على swelling زي ما كلنا عارفين. Others يعني لو عندك مثلا اي joint تاني غير الهيب زي ني مثلا، ما انت برضو في الهيب لازم زي ما هنقول في الاخر انه part and parcel of examination of the hip انك انت تexamine the spine and also the knee. انما other symptoms في other joints زي giving way مثلا في الني whether looking etc. فانا حاولت في الايتمز دي انك تقدر ببعض الموديفيكيشنز تطبقها على اكتر من جوينت واحد. الباست هيستوري زي ما كلنا ما اتعلمنا من ايام بكالوريوس، ميديكال ديس اوردرز، نيورولوجيكال ديس اوردرز، هيستوري اوف تي بي، بريفيوس انجري، تروما، سيميلر ابيسودز، بريفيوس تريتمنت اند مانجمنت، بريفيوس سيرجريز elsewhere، اند مور امبورتنتلي اوف كورس تو ذا هيب جوينت اند اذر جوينتس نير باي. مهم قوي ناخد personal history and family history زي ما احنا عارفين من البكالوريوس او من زمان زي ما احنا عارفين. مين هنا اهلاوي يا جماعه؟ مهم قوي 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 نشجع الاهلاويه. ونبدا بالانيشلز دي اي بيب، هنعرف يعني ايه. لازم اول ما بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وتدخل على البيشنت تكون في بالك الاي بيب او الليترز دي. ايه هم الاي بيب؟ هنعرف حالا. الاي introducing yourself to the patient، ده مهم جدا جدا جدا. وبعدين you have to ask permission to perform the examination. كلنا يا جماعه للاسف ساعات في الميدل ايست او في مصر ساعات مع اللهوجه بتاعت الامتحان والستريس اللي احنا فيه وانت داخل وكذا كانديديت قبلك امتحان بتدخل تتعامل مع المريض على طول وبتنسى خالص انك انت لازم تبقى very polite and very tactful معاه. فانت مهم قوي انك تبقى داخل، وطبعا ده لازم يحصل في امتحانات الزماله وكمان امتحانات الدكتوراه هنا او بره. You have to introduce yourself properly to the patient to ask permission to perform the examination. وبعدين هتفكر ازاي هت expose العيان exposure of the patient، وهنقوله دلوقتي حالا بال details. Explaining what would you like to do، ده مهم جدا. تشرح للمريض انت هتعمل ايه عشان لو حصل وفي تيست هو مش هيبقى فاهم كويس انت بتعمل ايه ممكن التيست ما يبانش كويس زي ما انت عايز. وفي الاخر البوزيشننج اوف ذا بيشنت، لان زي ما احنا شايفين او هنعرف دلوقتي ان احنا الاكزامينيشن اوف ذا هيب بيمر بكذا مرحله من اوضاع مختلفه للبيشنت بوزيشن. يبقى اي بي انتروديوس يور سيلف تو ذا بيشنت، اسك بيرميشن تو بيرفورم اكزامينيشن، اكسبوجر اوف ذا بيشنت، explaining what you would like to do along with positioning of the patient. Exposure, you need to expose the patient properly. وعادة الهيب جوينت عشان examine بنبدأ من الاكسبوجر من اول chest downwards classically. وعادة ممكن لو male بيبقى لابس just the underwear provided ان هو يكون موافق على كده وانه circumstances يعني مواتية لكده. And you have to respect the patient modesty. دي مهمة جدا 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 جدا. وطبعا بالذات you have to take into consideration the culture اللي انت بتexamine فيها سواء في مصر غير برا، بس في كل الأحوال you have to respect the patient modesty. وزي ما بنقول انك تسبب أي وجع للعيان أو pain دي pass or fail في الexams. فplease try to respect the patient modesty and take into consideration whether العيان ده انت سببت له اي وجع او اجوني ولا لا. مفروض من قبل ما تبدا تفكر انك تعمل كده توقف على طول. And you have to tell the examiner ان الكونسيرنز ان انت مش عايز توجع العيان. طيب في شويه كلوز بقى لازم ندور عليها اول ما نشوف العيان في اي اكزام. تاني انا بتكلم على الاكزام بتاعت هنا او بره، ممكن يكون العيان قاعد وجنبه اي كلو او كلوز وانت ما خدتش بالك منها والاكزامينر حاططها مخصوص او مبينها لك عشان يشوفك هتبقى جود اوبزرفر وتتكلم عليها ولا لا. ايه الكلوز؟
ووكينج ايدز اوبفيسلي، بالذات في الهيب. يعني هنلاقي في ويل تشير، هنلاقي مشايه زيمر فريم، هنلاقي ووكر، هنلاقي كراتشز، هنلاقي بروستيتيك لمبس، اكسترنال ابلاينسز. زي ايه تاني؟ زي ساعات هتلاقي في بعض المناطق هتلاقي واحد جاي، عاده ده ما بيدخلش في الميدل ايست اكزامز، هاويفر ثينكس تشينج. هتلاقي ممكن واحد جاي ببروثيسز وهو قاعد وحطه تحت الكرسي، فانت ممكن ما تاخدش بالك. فانت you need to ask and you need to prepare yourself انك ممكن تتسأل على الكلام. اخر حاجة الفوتوير، وانا متأكد انها اتشرحت في محاضرة الفوت ان انكل مع دكتور اسامة الشاذلي صديقنا العزيز. وبس وانت في الهب، هل هتحب تتكلم على الفوتوير؟ الحقيقة بسرعة جدا، عشان برضو تبين انا بتكلم كل ده. لو long case، لو الوقت والإكزامينر سمح لك أو مديك الوقت اللي أنت تتكلم عليه، بس ده بيوري الإكزامينر إن أنت you know what you are talking about. فالفوتوير بنبص على الشو بتاع العيان، الشوز بتاعته، هنكومنت ال five comments دول. Off the shelf shoe or surgical one، يعني ده شوز زي أي حاجة، زي أي شوز اللي كلنا بنلبسها، ولا دي شوز طبي أو surgical one. هل في external or internal heel race ولا لا؟ هل في arch support ولا لا؟ وده بتشوفه بانك بتاكزامن الشو من جوه. هل في bunion signs او hallux valgus signs من قدام على الشو؟ وكمان تكومنت على الوير pattern. الوير pattern هنلاقي ان في الاوفر pronators، هنلاقي انه كل الوير pattern on the inner side of the shoe، whereas the supinators او اكتر في الفوت بنقول عليهم under pronators، فهتلاقي الوير pattern on the external او outer aspect او of the foot and heel، زي ما احنا شايفين كده في الفيجر ده. فالاحمر ده يوريك فين الديستريبيوشن بتاع الستريسز او الوير اكتر مركز فين في حاله الاوفر pronators، along the inner side of the heel, inner side of the foot. Well, on the other hand, the under pronators أو يعني ال supinators بنلاقي on the other side, the outer side of the heel أو الشو. طيب ده مهم، مهم جدا، لأنك once إنك أنت وريت من الأول للإكزامينر إنك عارف الإفكت بتاعت كل حاجة، وإنك أنت بتكوريليت الهيب جوينت لحاجات تانية ممكن تكون مأثرة معاها أو أسوشيتد، ده مهم جدا إنك تحصل درجات. الجيت، بعد كده بندخل على الجيت. اختلف الفقهاء هل تبدا بالجيت ولا تخليها في اخر اللوك. ما ننساش يا جماعه احنا بدانا دلوقتي اللوك اول حاجه اللي هو بيوازي الانسبكشن، ومن اول ما قلنا الاول اي بيب الخمسه اللي احنا قلنا عليهم، بعدين دخلنا على الكلوز، بعدين الجيت. الجيت دي ممكن تعملها في اول اللوك زي ما بنقول او في الاخر زي ما هنشوف، بس ليتس ستارت وذ ات. هتخلي العيان ووك اواي فروم يو ذن توورز يو بريسكلي، هتقول لو سمحت ممكن تروح، هيبقى غالبا المكان اللي انت بتمتحن فيه هيبقى فيه كوريدور او هيبقى فيه مساحه انك تقدر تخلي العيان او الاوضه يروح ويرجع لك تاني، يتمشى قدامك ويرجع تاني. ولازم تركز جدا تو اوبزرف الجيت بتاعته وتعلق الفور كومنتس الاتيه. نسيت اقول انه اغلب الكومنتس اللي انا حاططها دي اتعلمتها في كورسز كثيره كلينيكال، سواء في مصر او في يو كي. واللي منكم عايز يعرفها او عايز يعرف التفاصيل بتاعتها، I'm more than happy to email it to him any courses. بس طبعا دي كانت الايام اللي فاتت، فممكن كمان يبقى نقول له على ايه الكورسات المتاحه اليومين دول. طيب يبقى انت هتخلي عيان the patient should walk away from you then towards you briskly. هتقول الاتي: لو العيان ما عندوش اي abnormality في الجيت، the patient walks unassisted with symmetrical gait with smooth transition from swing clearance to stance stability. مهمة جدا جدا العبارة دي. واخر حاجة لازم تعلق عليها ان هو adequate step length. يبقى تاني، اول ما توصف الجيت هتقول the patient walks unassisted, symmetrical gait, smooth transition from swing clearance to stance stability along with adequate step length. لو انا تاني كاكزامينر سمعتك بتقول الفور كومنتس دول، معناها انك عارف كويس جدا جدا what are you talking about. In addition لازم تبقى محضر نفسك انك مذاكر الجيت سايكل كويس جدا، لانه obviously
هيسألك عليها، ولازم تبقى عارف الديفرنت فيزز بتاعتها وكل البايوميكانكس بتاعتها. طيب بعد كده ايه الكومن جيت باترنز اللي بنقابلها في الهيب ديزيز؟ طبعا في حاجات كثيره جدا، المحاضره دي حاولت اجمع فيها اكتر حاجه، انما مش شرط ان احنا نجيب افري سنجل بوينت سواء الجيت او السبيشال تيست. من اكتر الحاجات اللي بنقابلها الانتالجيك جيت اللي هي ديو تو بين، ودي الكاركترستيك بتاعها بيبقى فيه ريديوس ستانس فيز اون ذا بينفل سايد، وهنشوفها دلوقتي. ان اديشن تو البافور فيل في الاكزام الترندلنبرج جيت والساين زي ما هنشوف. فخليني اوريكم محضر فيديو كده، ده الحقيقه ممثل بيمثل الانتالجيك جيت. زي ما احنا شايفين يا جماعه الانتالجيك جيت بتحصل عشان لو في اي بينفل كونديشن في الليج. نركز مع الرجل الشمال، لو ركزنا مع الرجل الشمال بتاعته هنلاقيه ان هو الستانس فيز بتاعته قصيره جدا والسوينج فيز انهانسد قوي. ليه؟ هو العيان بيحاول انه يافويد سبيندينج تو ماتش تايم اون ذا ستانس فيز اون ذا بينفل سايد اوبفيسلي عشان فيها بين. عايزين كلنا نعرف نجربها. انا اسف، البس الشوز بتاعتك وحط فيه جوه زلطه او اي حاجه ممكن تسبب وجع وابدا دوس عليها، بس طبعا ما تعذبش نفسك قوي، وتابع المشيه بتاعتك هتبقى عامله ازاي. فهتلاقي هنا الكاركترستيك للانتالجيا جيت زي ما احنا شايفين ان هو shortened stance phase along with enhanced swing phase on the affected limb. واغلب الستانس phase بتبقى على ال other unaffected side. ساعات بيحصل بيبقى في اسباب بتؤدي للويكنس اوف ذا abductors، ودي اللي بتؤدي لوات وي كول ترندلنبرج جيت. اعتقد ان اغلبنا عارفين الكلام ده. تعالوا نشوف الفيديو ده. احنا عارفين يا جماعه لما بنيجي نعمل ابدكشن على ناحيه العضلات بتاعه الابدكتورز بتكونتراكت الناحيه دي، بس كمان بتكونتراكت الناحيه الثانيه. ايه الاكشن بتاع العضلات بتاعه الناحيه الثانيه؟ اكشولي الناحيه الثانيه هي اللي بتمنع ان البلفس يدب. يعني احنا واحنا ماشيين لما بنرفع رجلينا ناحيه بتبقى اوف ذا فلور، ممكن بيحصل ان العضلات ممكن تقع او البلفس يساج على الناحيه الثانيه لولا ان عضلات الابدكتورز بتشد على البلفس وبتمنتين البالانس. وده بيخلي ان واحنا ماشيين مع ان البلفس مفروض يقع، بس عشان العضلات الناحيه الثانيه بتاعه الابدكتورز بتمنع ده، والاثنين لو شغالين كويس والعيان ماشي زي ما احنا شايفين الخط الاحمر ده معناها ان مفيش اي تلت او ان البلفس ما بيقعش، مفيش ساجنج ايذر واي. طب تعالوا نتخيل انه في ناحيه فيها الابدكتورز افكتد. هنتكلم على الناحيه دي. لو لقينا ان البلفس بيقع هنا يبقى ايه المسؤول عن وقوع البلفس زي ما احنا شايفين الخط الاحمر؟ اكشوالي ان العضلات الناحيه الثانيه افكتد فمش قادره تعمل بولينج للبلفس وتمنتين البالانس. فالعضلات الناحيه دي لو ويك اكشوالي الناحيه دي هي اللي هتبقى افكتد. وعشان كده بنقول عليها ساوند سايد سينكس اس اس اس. يعني الناحيه دي لما تقع او سينك معناها ان العضلات الويك هي اون ذا اذر سايد او الليجنت سايد الناحيه الثانيه. وعشان كده بنلاقي الخط الاحمر عمال بيقع. مش بس كده، هحاول ارجع بالفيديو اوريكم حاجه ثانيه كمان، انه لما البيشنت بيجي يمشي مش بس كده، شايفين يا جماعه مع الديبنج ده بيبدا يحصل ترانكال شيفت او بيبدا العين يلين الناحيه الثانيه عشان يبالانس همسلف، فبيجي عشان يعمل السنتر بتاعه فوق السبورتد سايد اللي هو الناحيه دي الضعيفه. اوكي طيب ده لو حاجه يونيلاترال. نشوفه برضو على الممثل بتاعنا هنا بيعمل ايه. شايفين يا جماعه الناحيه دي هنركز هنا هي اللي ويك والناحيه دي اللي بتقع. طبعا هو مزودها شويه معلش، فالناحيه اللي بتقع دي معناها مش دي الافكتد سايد. الافكتد سايد هي اكشوالي الناحيه الثانيه مع مفروض ان في ترانكل شيفت او هنلاقي سوي بالشولدر بتاعه على السبورتد سايد. اوكي طيب لو في عندنا بايلاترال هيب باثولوجي، قعدت ادور الحقيقه عشان الاقي اكزامبل لي زي ما احنا شايفين، دي اللي بنسميها وادلينج جيت. بتحصل طبعا في كذا نيورولوجيكال ديس اوردرز من ضمنهم المايوباثيز اتسترا، بس كمان ممكن تحصل لو في عندنا بايلاترال هيب باثولوجي زي ما احنا شايفين طريقه مشيه اللي هي زي الوادلينج جيت او لايك ذا داك. نبدا بقى اللوك. يبقى احنا قلنا تاني كل شويه هفكركم،
هو ده اللي انا عايزكم تعملوه يا جماعه، اما تروحوا تبراكتس على بيشنتس وتكزامن ايتش اذر، يعني كل واحد يجيب زميله ويقول له اكزامن قدامي الهيب ويوريه بالظبط بعد ما يسمع المحاضره دي الايتمز دي، فمره هينسى جزء فمره ثانيه هيفتكره فمره ثانيه ينسى حاجه ثانيه، فالتكرار بيعلم الشطار والميكس براكتس براكتس ميكس بيرفكت. بعد الاي بي دخلنا على الكلوز، بعدين قلنا ممكن نبدا بالجيت. دلوقتي اللوك لازم وانت بتعمل مرحله اللوك اللي هي زي الانسبكشن بتبص على الاتي، بتلوك فروم فرونت سايد بيهايند، وبعدين ما تنساش الاذر سايد، يعني البيشنت هو واقف قدامك ممكن انت تلف حواليه او تلفف العيان. الاول بتبص من قدام فروم ذا فرونت اوف ذا بيشنت، فروم ذا سايد اوف ذا بيشنت، فروم بيهايند اوف ذا بيشنت، اند فروم ذا اذر سايد. طب اعمل ويتش از ويتش على حسب، لو عين كبير وتعبان انت اللي ممكن تلف، انما لو الظروف مواتيه ومفيش مشكله تقدر تستاذن العين in a very polite way ان هو يلف وتبدا تعلق على الحاجات التانية، انما obvious لما تحتاج تبص هتبقى قدامه او هتحتاج من ورا انت ممكن تلف ورا. اوكي، ما ننساش يا جماعه كتير قوي بيكزامن السايد وبينسى الاذر سايد. طيب from the front احنا نقدر واحنا واقفين قدام العيان stand patient facing you نقدر نعلق على الحاجات الاتيه. في عندنا يا جماعه دي اتش اس وفي عندنا دي سي اس. الحقيقه انا بطلت اعمل دي سي اس بقالي فتره كبيره قوي الحمد لله، انما هنبدا نستعير بيها ثلاث حروف دي سي اس: ديفورميتي وكونتور اند ويستنج. السي والاس هو السكن. الديفورميتي بنتكلم بالذات هنا على الني، واحنا واقفين قدام البيشنت ممكن نقول ان العنده عنده فالجس اور فيرس ديفورميتي. ممكن نعلق على الفيكس فليكشن ديفورميتي لو باينه قوي، بس الصح قوي ان هي تبقى من الجنب، وهنعرف دلوقتي ان انا قلت كلمه غلط وهنصححها ازاي. ونبص على الفيت لو في اوبفيوس ديفورميتي برضو بنوصفها، ما ننساش يا جماعه اللونج كيس لازم بتعلق على كل حاجه. تاني حاجه السي اللي هي الكونتور اند ويستنج، ومن قدام بالذات ايه اكبر عضله بنبص عليها هي الكوادريسبس. طيب السكن بنبص على السكارز ودي اهم حاجه، وخد بالك من قدام في ممكن سكارز طبعا لو كان عامل فيكسيشن اوف ذا فيمورال نيك فراكتشرز وعامل سميث بيترسون، او لو عامل اكشلي انتير ابروتش تو ذا توتال هيب زي ما احنا دلوقتي بدا يبقى انفوك، فلازم تاخد بالك جدا جدا من السكارز. السكارز على النيه كمان ما تركزش في الهيب بس، لانه ممكن يكون عامل اف سي لاترال توتال ني او عامل عمليه في الني او وات ايفر، عشان الكومبينيشن اوف اوبريشنز وتبدا بانهي، وده اتس فيري ريتش توك بينك وبين الاكزامينر بالذات لو العيان عنده روماتويد او اذر اي انفلاماتوري ارثروباثي. ممكن طبعا بتعلق على السيركيلاتوري ديستربنس الهير لوس تروفيك تشينجز، الكلام اللي هو بتاع البكالوريوس. من السايد هتعلق على ديفورميتي والسكن. السكن السكارز مهمه جدا، ده هي اغلب السكارز بتاعت الهيب بتبان في فروم ذا سايد، وحتى البوستير ابروتش هيبقى برضو باين جزء منه مينلي من السايد. الديفورميتي هنعلق هنا بالذات على الديفورميتي اوف ذا ني، ودايما يا جماعه ما تتسرعش وتقول there is fixed flexion deformity of the knee. Actually you have to be very meticulous وتقول عليها flexion attitude، لانك you didn't yet examine the patient ولسه ما تعرفش هو مجرد attitude ولا deformity، هل هي fixed ولا flexible. اوكي، فانت لغايه دلوقتي هتقول ان في flexion attitude by the look او by the inspection. كما ممكن تبص على اللامبر سباين وتشوف هل عنده لامبر لوردوسيس ولا لا، زي ما احنا عارفين، لان لو عنده one of the commonest findings في الهيب اللي بنعمل عشانها توماس تيست هي ايه؟ الفيكس فليكشن كونتراكتشر. فممكن يكون العيان عنده لامبر لوردوسيس increased lumbar lordosis لانه compensating للفيكس فليكشن كونتراكتشر زي ما احنا شايفين. فهيبقى مش صح قوي انك انت في اللوك انك ما تعلقش عليه. شايفين يا جماعه في شويه بوينتس كده بتوريك من الاول انك تهدف وانك تجيب السكور النهائي من الاول. طيب فروم بيهايند طبعا ده احسن حاجه هتعلق على لو العيان عنده سكوليوسز او عنده ابنورماليتي في الالاينمنت اوف ذا لامبر سباين ديفورميتي. الويستنج هنا بنبدا نبص على الباتوكس جلوتيال ويستنج، وبعدين ننزل ممكن نعلق على الهامسترينجز والكاف ماسلز وذر في ويستنج او لا، وممكن كمان تعلق على البوبليتيال كريسز ليفل، لان هو لو عنده ليج لينث ديسكريبنسي ممكن تبان على مستوى البوبليتيال كريسز ليفل لو فيها برضه ديسكريبنسي فروم سايد تو سايد. اوكي؟ فروم ذا اذر سايد نفس اللي قلناه، ما ننساش خالص الاذر سايد يا جماعه ده مهم جدا.
including the flexion attitude. مش هننسى ونقول flexion deformity لغاية ما نشوف ونكمل بقية ال steps بتاعت ال examination. Under for the hip, lumbar lordosis compensating for fixed flexion contracture of the hip. Skin scars زي ما قلنا انها مهمة جدا جدا جدا. Okay. طيب تكملة اللوك from the front بنعلق على الحاجات الثلاثة الآتية. Pelvic tilt اللي يعني عنده pelvic tilt ولا لا هنشوف حالا وهشرح. وممكن تستخدم البلوكس زي ما هنشوف وبتعمل ترندلنبرج ساين او تيست. اوكي؟ طيب ليتس ستارت. يعني ايه pelvic tilt؟ يعني ايه العين pelvic tilt؟ انت بتحس دايما او بتشوف في مرحلة اللوك لسه الـ ASIS على الناحية دي وتشوفه على الناحية التانية. هل هم at the same level or different؟ ويعني ايه pelvic tilt؟ وساعات بتستخدم كلمة obliquity، pelvic obliquity غير inclination. خد بالك pelvic tilt او obliquity اللي هو بيبقى فيه ال ASIS on both sides ما بقوش على same level، وده معناها ان deformity دي او tilt ده حصل في ال along the frontal plane، whereas the inclination اللي هو ممكن ال pelvis يبقى anterior او posterior، يحصل له anterior او posterior inclination ده along which plane؟ ده sagittal plane. يبقى تاني pelvic tilt او obliquity وساعات بنستخدمهم interchangeably. ده بنعلق على الديفورميتي اللي بتحصل او اللي بيحصل الليفلز بتاعت الاي اس في الفرونتال بلين، وراز الانكلينيشن لما بيتقال بيبقى قصدنا بيه الساجيتال بلين. فانت اول حاجه بتعلق عليها انت واقف اللي هي كومفورتبل ستانس ولا لا، وهنعرف يعني ايه. وبعدين هاني سامعني؟ سامعك يا فندم، اتفضل. كان طالع لي انترنت بروبلم. طيب يبقى pelvic tilt comfortable ولا لا، بنشوف هل في comfortable stance وهشرحها حالا، وبنشيك الليفلز بتاعت الاي اس اي اس ونشوف هم at the same or different levels. طيب يعني ايه symmetrical او comfortable stance؟ هنلاقي ان العيان وهو واقف زي اي حد نورمال، هنلاقي ان هو واقف ال two lower limbs parallel to each other، فده نقدر نقول لما نبص عليه انه في symmetrical stance او attitude. النيز بتبقى extended، الفيت flat on the ground، وبنشيك الليفلز بتاعت الـ ASIS. تمام؟ نقدر نشوفها بالنظر، واحنا من الاول من ساعه الاكسبوجر ممكن نعمل حركه ظريفه جدا. لو احنا ملبسين العيان لو العيان قصدي يعني لابس الاندر وير، انت ممكن في المرحله دي وانت بتاكسبوز العيان انك تجيب الليمت او تعتبر الابر ايج بتاعت الاندر وير هي المارك بتاعتك للاي اس اي اس اون بوث سايد، ودي تبقى حركه ظريفه في الاول على اساس تقدر تستخدمها بعدين كلاند مارك ليك. اوكي؟ طبعا يا جماعه كل اللي بقوله في كذا طريقه تتعمل، انا بس بقول لكم تو ذا بيست اوف ماي نوليدج بعض التيبس والتريكس اللي اتعلمتها من اساتذتي او من الكورسز الثانيه او من هو ايفر انا اشتغلت معاه. يبقى سيمتريكال ستانس بنقول بيها المقصود بيها attain symmetrical stance on both sides, knees extended, الفيت flat on the ground, الاثنين، وتشيك ال ASIS الليفلز بتاعتهم. طيب لو عندنا اي حاجه او عايزين نعلق على العيان لو في اي abnormality هنقدر نقول ال pelvis is level or not level ازاي؟ هنلاقي ان ال ASIS هنا غير مش على نفس الليفل بتاع ال ASIS anterior superior X spine obviously. ال stance symmetrical ولا لا؟ ساعات هنلاقي زي ما قلنا انه الركبه مفروده والفيت flat on the ground. However لو العيان عنده ناحيه شورت عن الناحيه الثانيه او اقصر او وات ايفر، هتلاقي العيان عامل ايه عشان يماسك او يكونسيل او يغطي على دي كوزمتيكلي كمان وساعات سبكونشسلي عشان يحسن الفانكشن. هتلاقي انه لو ناحيه اقصر هتلاقي الناحيه الثانيه عمل فيها ايه؟ هتلاقي انه العيان ممكن يكون تنى الركبه الثانيه، اوكي؟ او الناحيه دي عمل فيها ايه؟ خلى الانكل ان اكوينس. يبقى انت بتبص كويس للستانس بتاعت العيان وتبدا توصف اللي انت شايفه، وبعدين تجمع كل الفايندكس مع بعضها عشان تطلع تقول مثلا عنده شورتنج بالطريقه الفلانيه او وات ايفر. طيب لو انت شاكك الناحيه اقصر من ناحيه، ممكن في المرحله دي طبعا في ليج لينث ديسكريبنسي دي باس اور فيل في الاكزام وهنتكلم عليها دلوقتي اول ما هننيم العيان على الكاوتش، انما ممكن وهو واقف تبدا تسال على البلوكس عشان تاسس لو في فانكشنال ليج لينث ديسكريبنسي ولا لا، ودي هنشوفها حالا دلوقتي. اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ كل اللي احنا بنعمله ان احنا لو شاكين ان الناحيه مثلا الناحيه دي هي اللي شورت،
فبنجيب بيبقى فيه وودن بلوكس كده او كتب، او عاده بيبقى الوودن بلوكس الخشبيه دي بيبقى فيه سنتي او نص سنتي، وتبدا تحط لغايه ما تعرف لو في فرق 2 سنتي. يبقى مثلا لو الوودن بلوك دي نص سنتي او سنتي، يبقى انت هتحتاج تحط 2 من السنتي لغايه ما تعمل بالانس بقى في بلفيك بالانس، وتلاقي انه البلفيس بقى ليفل الاي اس اي اس الناحيه دي بقى على نفس مستوى الاي اس اس الاي اس اي اس الناحيه الثانيه. اوكي وهنرجع لها تاني واحنا بنتكلم على الليج لينث ديسكريبنسي ازاي نقدر نعرفها ونشوفها. طيب عندنا احد الاحتمالات الاتيه، ان العيان ده يكون عنده الليفل بلفيس تاني يعني الاي اس اي اس على نفس مستوى الاي اس اي اس الناحيه الثانيه، والوقفه بتاعته زي بعض بالظبط او سيمتريكال ستانس. امتى هنشوف الكلام ده؟ لو عن نورمال اللي هو الليج لينث ايكواليتي مفيش اي فرق، والكومبوننتس ايكوالز ايكوال، والنو ديفورميتي موجوده الناحيه دي او الناحيه دي. طب هل ممكن يكون العيان عنده ديفورميتي ويبقوا زي بعض بالظبط ويبقى سيمتريكال والليف؟ ايوه، لو كان عنده بايلاترال سيمتريكال ديفورميتي، يعني مثلا عيان عنده بايلاترال فيروس نيز اور فيكس فليكشن ديفورميتي اوف ذا نيز والاثنين زي بعض بالظبط، يبقى في الحاله دي هيبقى الاي اس اي اس زي بعض على نفس الليفل، وفي نفس الوقت الستانس it will look symmetrical from side to side. اوكي زي ما احنا شايفين كده ان ممكن يكون عنده deformity في بس الاثنين symmetrical، ففي الاخر يطلع لنا انه there is symmetrical stance and the pelvis is level known by او we could check by ان ال ASIS على الناحيه دي نفس المستوى الناحيه الثانيه and so forth. ايه الاحتمالات الثانيه؟ ان احنا يكون العيان عنده leg length discrepancy و uncompensated، ففي الحاله دي هيبقى symmetrical stance الاثنين parallel to each other، ولكن العيان عوض الكلام ده بانه عنده oblique pelvis. زي ما هنشوف يا جماعه انه ممكن العيان يكون عنده adduction deformity ودي بتخليني يبان عنده apparent shortening، وممكن يكون عنده abduction بالبي abduction deformity ودي بتخلي اللم يبان انه هو عنده apparent lengthening زي ما هنشوف تاني. يبقى تاني امتى ممكن يكون عنده symmetrical stance بس ال oblique pelvis او في pelvic tilt، وهنلاقي ال ASIS مش على نفس المستوى، لو كان عنده uncompensated leg length discrepancy. اوكي ننقل بعد كده على حاجه مهمه جدا 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 الترندلنبرج ساين. يبقى اول حاجه قلنا البلفيك تيلت او كومفورتبل بلفيك ستانس، وبعد كده اتكلمنا على الديفرنت فاكتورز اللي ممكن تخليهم يبقوا سيمتريكال والبلفيك ليفل ولا لا او في بلفيك تيلت، وكلمنا انك انت ممكن تستخدم البلوك على اساس انك ممكن تحطه وتعرف الفانكشنال ليج لينث ديسكريبنسي قد ايه. بعد كده حاجه مهمه جدا باس اور فيل في الاكزام، هما اثنين مهمين جدا بالتي في الهيب، ترندلنبرج ساين بعد الجيت وتوماس تيست الاثنين بالتي مهمين جدا جدا جدا، ما حدش يا جماعه يدخل امتحان او ستيشن بتاع الهيب الا لما يكون عارفهم، وطبعا للبراكتس. ف اتس فيري امبورتنت ساين اند فيري امبورتنت تيست اند يو ماست بي ايبل تو ديمونستريت اند فيل ات هوم وذ. ما ينفعش جوه الامتحان يحس الاكزامينر انك عمال بتفكر هتقول ايه، او عمال لسه بتجمع طريقه اجابتك ازاي، او طريقه شرحك والديمونستريشن بتاعت الساين ازاي. اوكي طيب احنا زي ما شرحنا قبل كده واحنا بنتكلم على ترندلنبرج جيت، انه القصه بتاعتنا انه لما بيبقى فيه ويكنس على ابداكتورز في ناحيه هي المسؤوله انها بتبول البلفس ناحيتها، فلو الاثنين نورمال فالبلفس واحنا ماشيين سواء واحده رجل في ان ذا فريش اير off the ground والويت كله بقى على one supported leg، ساعتها عشان الابداكتورز مش ويك او نورمال على الناحيه دي فالبلفس مش هيدب الناحيه الثانيه، والعكس بالعكس ده في النورمال. انما لو عندنا ناحيه منهم ويك زي ما شرحنا قبل كده ده بيخلي ان البلفيك يسينك on the sound side unless bilateral. طيب نرجع للهيستوري كده، دوبيوترين او دوبيوتراي ده كان فرنساوي، كان ديسكرايب الكوز بتاع السوينج جيت اللي احنا بنتكلم عليها دي، وقال ساعتها كان بيحسب ان ده this is due to the mobile femoral head في حالات الدي دي اتش، وكان بيقول انه السبب في اللي بيحصل السوينج اللي حصل ده انه بيحصل سلايدنج اب للفيمورال هيد على الايليوم، يعني بتسليب او بتسلايد، وكان مسميها جليسمو فيرتيكال، جليسمو بالفرنساوي يعني سليب. بعد كده جه ترندلنبرج في 1895، متخيلين من امتى؟ من القرن ال 19، correctly attributed انه
هو اول واحد بيأتريبيوت الاليفيشن بتاعه الاوبوزيت هاف اوف ذا بيلفيس اللي هو النورمال بيحصل. يعني احنا تاني يا جماعه واحنا ماشيين النورمال ان احنا الاثنين يبقى مفيش اي تلت، الاثنين على نفس المستوى او اكشوالي الاوبوزيت سايد كمان ممكن بيبقى اعلى شويه، وده السبب فيه ان الابداكتورز على الناحيه الويت بيرنج سليم. فلما جه ترندلنبرغ هو اللي اتريبيوتد النورمال اليفيشن اوف ذا اوبوزيت هاف ان الابداكتور مسل فانكشن از نورمال، ولو دي مش نورمال هو ده اللي بيريزلت في ترندلنبرغ ساين او جيت. اوكي طيب تعالوا نشوف الفيديو ده برضو بيورينا لما انت بتاكزامن العيان وتقدر تقول له انه لازم يقف على رجل واحده ويبدا يرفع الركبه الناحيه الثانيه وما يتنيش الفخذ نورمالي، هيبدا يقف عليها ويبقى تايم 30 ثانيه. لما تيجي تبص عليها من ورا زي ما هنشوف كذا طريقه هنلاقي ان البلفس بتاعه ليفلد، انما هرجع تاني لغايه هنا البلفس بتاعه ليفل ما حصلش ديبنج هنا. انما ليتس اسيوم ان الناحيه دي فيها ديزيز او ويكنس او بارالايزد، هتلاقي ترندلنبرغ ساين حصلت ان هو حصل ديبنج او العيان فقد التوازن بتاعه او وقع، وده اللي بنقول عليها ترندلنبرغ ساين. يبقى تاني يا جماعه ممكن نعملها من ورا وعرفنا ايه اللي بيحصل، ان انت بتطلب من العيان يقف على رجل واحده يتني الركبه الثانيه كويس، ولما يبدا يتني الركبه الثانيه نبدا نشوف لو هو نورمال ايه اللي بيحصل. لو هو نورمال هنلاقي ان هنا اللاين او البلفس او الايليا كريست اون بوث سايدز مش هيحصل، هيبقوا ات ذا سيم ليفل، مش هيحصل ديبنج هنا. طب لو الناحيه اللي هو ساند عليها او سبورتد ليم فيها ويكنس او باراليسيس اوف ذا ابداكتورز، اللي بيحصل هنلاقي ان الناحيه الثانيه تبدا تدب او تسينك، او اكشوالي البيشنت مايت لوز هيز بالانس، ممكن يبدا يقع، وده بيبقى تايمد وذين 30 سكند. اوكي طيب ساعات شفنا ناس بيعملوها من الباك زي ما انا لسه قايل، وساعات من الفرونت. طيب هو التيست ده لازم نبقى عارفين كلنا انه ممكن تعمله من قدام او من ورا. ايه مميزات قدام عن ورا؟ انه من قدام زي ما هوريكم شويه، ان انت ممكن تبص على البيشنت فيس عشان تقدر تشوف ولا عنده حاسس بوجع ولا لا، وتقدر تستوب التيست لو سمحت. اول ما تحس ان هيبدا يحصل وجع للعيان لازم تستوب التست. طيب اند نيفر ايفر كونتينيو، حتى لو في الاول هو مش متوجع بس عشان توري للاكزامينر انك انت عايز تستنى ال 30 ثانيه. لو بدات تحس ان العيان بدا يتوجع او بدا يلوز، اول ما تعرف ان هي بوزيتيف خلاص يو دونت نيد تو كونتينيو، والا انت ممكن تسبب للعيان سيفير بين، وساعتها ممكن قوي تقول له ان ذا ايديال وورلد اي نيد تو تايم ذيس تيست اب تو 30 سكندز او وات ايفر. لو انت هتعمله من ورا، وده زي ما ممتحنين كتير بيطلبوه او اساتذه كتير كانوا بيعملوه، يبقى انت بيقترحوا الاتي، انك لازم تبقى واخد بالك برضو ان العين ده هيحس بوجع ولا لا. وفي ناس بيقترحوا انك تحط من قدام مرايه او لارج ميرور اون ذا وول ان فرونت اوف ذا بيشنت، عشان اول ما تحس ان العيان ده هيبدا يحس انه في وجع تبدا تستوب التست. فدي one of the tricks اللي بتتقال في بعض الكورسز او الكتب. يبقى تاني يا جماعه احنا بنوقف العيان على رجل واحده ونبدا نقول له لو سمحت اتني الرجل الثانيه، خليها اوف ذا جراوند عن طريق انه يتني الركبه. وبعدين نورمالي انه البلفس بيبقى ليفلد اون بوث سايدز، انما لو العيان عنده ويك ابداكتورز ايه اللي بيحصل؟ هنلاقي انه يحصل ديبنج او سينكينج اوف ذا انسبورتد سايد اللي هي الساوند سايد، ساوند سايد سينكس، ما ننساش التريبل اس. وكمان في نفس الوقت هيبدا العيان يشفت الترانك بتاعه او يلين توورد دي سبورتد سايد. اوكي نبدا نشوفها كده. لو طلبنا من البيشنت دي انها تعمل وفرضنا تقف على رجل واحده، وفرضنا ان احنا بنتست الرايت سايد انهي ناحيه اللي وقعت او ديب او فيها داونورد سينكينج، هي الناحيه دي. وفي نفس الوقت هنلاقي هنا ان العينه مالت الناحيه الثانيه، ففي ترانكال شيفت او سوينج عشان تبقى الوزن بتاع الجسم اوفر دي سبورتد سايد. انا عارف انا بعيد لان لما درست الكلام ده في كذا كورس كان في ناس ممكن بيركزوا من اول نقطه، او ساعات بنحتاج نعيدها عشان تبقى واضحه للي ما وصلتلوش المعلومه من الاول. من الفرونت زي ما قلنا كل ده لما بتعمله من ورا، انما لو عايز تبرفورم التست ده من قدام اتس بيكامينج فيري بوبولار، واللي بيحضروا منكم معانا three courses one of the best courses بنحاول نعلمهم ازاي يعملوه from the front.
It's an elegant test to do, easier than from behind. You can watch the patient face for pain وتقدر to stop at any point زي ما قلنا قبل كده. بس الحقيقة الاثنين صح. يعني either test done correctly is appropriate. وعاد الاكزامينر هيبقى عايزك تعرفه انك انت عارف الطرق المختلفة انك تأدي بيها التست ده بالذات ان هو one of the very important tests. اوكي؟ بيتعمل ازاي من قدام؟ بطريقة معروفة جدا. ودي انا جايب الرسومات او الفيجرز دي او الفوتوز دي من اوزوستري بوك بتاع الكلينيكال اكزامينيشن. انت دلوقتي بتيجي تقف قدام البيشنت وعايز نعرف كل حاجة هتعملها ايه السبب بتاعها او الراشونال بتاعها. اول حاجة بتبقى البيشنت طبعا هتخليها تقف على رجل واحدة وتبقى تانية الركبة الناحية التانية rather than flexing الهيب. يعني تحاول actually انك تخلي الفليكشن اكتر من الفسورة يبقى على مستوى الركبة مش على مستوى الهيب. ايدك الاثنين ايد منهم هتبقى supporting the other side وحاسس بيها ال anterior superior spine او الإيليا كريست هنا. وايد العيانه سند على الايد دي اللي هي الانسبورتد سايد عشان تدي لها سناده من الناحيه دي. الايد الثانيه ممكن تحطها على كتف البيشنت اللي هي واقفه عليه او التست سايد او السبورتد سايد. معلش لو هي مش واضحه قوي في الصوره. يبقى تاني العيان هيقف على رجل واحده، الرجل الثانيه اللي هي الرجل اللي واقف عليها هي اكشلي التست سايد، هي دي اللي هي تبقى السبورتد سايد، وتطلب منه او منها انها ترفع الرجل الثانيه اوف ذا جراوند عن طريق انها تفلكس الني اكتر من انها تفلكس الهيب. ايديك الاثنين فين؟ ايد منهم على الناحيه اللي هي مرفوعه الانسبورتد سايد على الايليك كريست او الانتيريور سوبيريور ايليك سباين، وممكن العيان يسند عليها عشان تحس باي داونورد بريشر عشان يسند عليها، وساعات هتديك كلو زي ما احنا هنشوف دلوقتي لو التست بوزيتيف. الايد الثانيه بتاعت بتاعتك وانت بتعمل الاكزامينيشن هتبقى ممكن تحطها على كتف العيان الثاني اللي هو اوف ذا تيست سايد او السبورتد سايد، عشان زي ما قلنا قبل كده مش احنا لو العيان بيبقى عنده بوزيتيف ترند لمبرج ساين بيبدا يلين على الناحيه الثانيه، فانت بتقدر تسند العيان من الناحيه دي وبتكوركت اللينينج وبتحس باللينينج توورد ذس سايد. عرفنا وضعيه ايدينا فين؟ طيب امتى تقول ان هو بوزيتيف تيست؟ اوبسلي لو البلفس الناحيه دي هيدروب، وده هتقدر تعرفه بايديك وانت حطيتها على الايليا كريست او هتشوفه بالنظر، which we call the sound side sacs. وكمان هتحس كمان بالداونورد بريشر اكزيرتد اون ذا سبورتنج هاند زي ما احنا شايفين كده. اوكي؟ فده one of the tests انت محتاج تعرف بيتعمل ازاي كويس سواء من قدام او من ورا، و demonstrate كويس قوي قدام ال exam. اوكي؟ طيب ده normal. تاني براجع عشان جملة معينة ممكن حد فيكم يتسألها في اي امتحان. ده normal لو احنا هنقف على رجل واحدة، فاحنا test side يبقى مفروض ان ال pelvis is level وبن تايم التست ده within 30 seconds at least. لو بوزيتيف يبقى احنا عندنا the sound side sacs او sinks زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب في حاجه ثانيه انه ممكن تلاقي انت مش قادر تحدد قوي انه البلفس از ليفل، بس خد بالك في كلوز ثانيه ان هي اللي بنقول عليها وات وي كول compensated ترندلنبرج ساين، انه هتلاقي العيان بيلين الناحيه الثانيه فهتلاقي ان الشولدر بتاعه او الترانك بتاعه بقى ليننج over toward the supported side. فدي مهمة جدا جدا. هو بيعمل كده ليه؟ To keep the center of gravity over the stance leg. وسبحان الله ده بيحصل involuntary من العيان أو subconsciously. أوكي؟ تمام. الديلي ترندلنبرج تيست ما ننساش يا جماعة إن إحنا ممكن في الأول يبان إن التيست نيجاتيف. However, you have to time the patient وتخليه عادة جرى العرف إنه بيبقى positive within the first 10 sec. However, انت لازم تخلي العيان يستنى 30 ثانية at least. انما الحقيقة انك تفضل دقيقة او ما حصلش حاجة وعايز تستنى اكتر من دقيقة، ده it's regarded to be excessive. Throughout the examination ما تنساش تاني بعيد وزيد انك تبص على وش العيان وتتأكد ان في وجع ولا لا. Nothing worse than to see a patient in agony وانت عمال بتكمل الاكزامينيشن وانت مش واخد بالك. And the doctor oblivious to this او مش واخد باله خالص ان العيان بتوجع. الانتربريتيشن ممكن نلاقيه نقول انه this is true positive في الاحوال الاتيه. لو كان في pain، اي pain في الديس اوردر في الهيب يا جماعه هي result in true positive ترندلنبرج sign including trauma, infection, tumor. Obviously لو حد عنده كسر مش هتعمل له التست ده، بس قصدي لو عنده اي sort of trauma هيبقى برضه positive.
pivot اللي هو dislocation أو subluxation للhip. We lost the pivot فobviously هيبقى أو الفالكرم فهيبقى في Trendelenburg positive in addition للshortening of the femoral neck أو coxavara أو whatever. الباور obviously لو في weakness للأبدكتورز ده هو معمول عشان الأبدكتورز من ساعة ما قلنا إنه Trendelenburg من القرن 19 بدأ بيattribute إنه التست ده والراشنال بتاعه للأبدكتور function. فobviously لو الباور is lost paralyzed a wasting of the abductors حتى including ساعات لما نعمل lateral approach to the hip والجراح ما عملش proper reattachment للabductors ممكن بي result in weakness or paralysis او لو كان معمول osteotomy وبعدين osteotomy for a reason or another حصل لها detachment او not properly healed by gap فكل ده ممكن بيحصل انه بي result in positive, true positive Trendelenburg test او sign. تاني حاجة ممكن نقول عليه انه falsely negative. ازاي؟ يعني العيان ده فعلا الابدكتور فانكشن بتاعته مش maintained او ما عندوش ابدكتور فانكشن ومع هذا ممكن تحصل negative. امتى؟ في الانديكيشنز الاتية او في الحالات الاتية. ان يكون عنده fixed abduction contracture ودي هنشوفها بعدين ولازم تبقى عارف ازاي تطلعها. او ان العيان ده يكون اتعمل له hip arthritis زي كان زمان common procedure to be done nowadays hopefully ما بتتعملش كتير قوي very very rarely done. لو هو معمول له arthrodes hip in abduction يبقى هما دول two causes ان ممكن يكون العيان عنده false negative test. هل ممكن يكون التست ده invalid ومن الاول ما ينفعش تعتمد على الريزلتس بتاعته؟ yes. لو العيان عنده poor balance لو generalized weakness او lack of coordination او طفل صغير قوي ما احنا ممكن يبدا بعدين الاطفال لو هيبدا التركيز بتاعه او العيان عنده مش قادر ي understand التست كويس او يكون عنده what we call costo pelvic impingement كل دي اسباب تخليه invalid test. تاني يا جماعه انا عارف ان الموضوع بيكبر بس دايما في الاكزامينيشن ودايما زي ما بقول لكم على طول keep systematic احتار عدوك فيك كل شويه كل ما تذاكر حاجه او كل ما تعرف حاجه تبدا تراجع ايه اللي انت وصلت له. فاحنا في المرحله الاولانيه لغايه دلوقتي او الثلث الاولاني المحاضره قلنا فيه الاتي اول حاجه هنبدا بالاي بي introduce yourself to the patient properly ask for permission انك انت هتعمل التست وتشرح له explain what are you going to do بتexpose العيان زي ما قلنا وبعدين في الاخر بتposition العيان بالطرق المختلفة during block, field, move and special test. الكروز قلنا لازم ناخد بالنا منها كويس جدا جدا وشرحناها بالتفصيل including the footwear او اي external appliances العيان معاه. الجيت قلنا سواء عايز تقولها قبل اللوك او في اول اللوك او في الاخر that's fine وعملنا كومنت على الانتالجيك جيت وعلى الترندلنبرج جيت والوادلين جيت على اساس ان هو one of the commonest among the commonest gates اللي احنا بنقابلهم في الهيب. اللوك تنساش تبص from the front DCS اللي قلناها قبل كده لازم تتكلم على deformity وما ننساش كلمة attitude والكونتور وده في wasting ولا لا والسكن مهم قوي انك تعلق عليه especially the scars. From the side, deformity with skin. From behind, tiny deformity, contour, and the skin, different scars, etc. With other sides, tiny deformity with skin. The pelvic tilt, قلنا, لازم نتكلم نبص على ASIS level, ونشوف هم at the same level, وان العيان عنده symmetrical stance, وشرحنا يعني ايه, وممكن نحتاج نعمل البلوك لو احنا شايفين ان عنده shortening on one side عشان نعرف الفانكشنال shortening او leg length discrepancy ده قد ايه. وانتهينا بالترندلنبرج ساين وقلنا لازم نعملها من ورا وممكن نعرف نعملها من قدام وعرفنا القيمه بتاعت كل واحده فيه. بعد كده نبدا المرحله الثانيه ان احنا هننيم العيان اون ذا كاوتش وده اول حاجه بنبدا بيها سوباين اون كاوتش مهم جدا جدا ان الادي. واول ما بننيم العيان لازم هنبدا باهم حاجه الحقيقه ودي باس اور فيل في الاكزام بعد زي ما قلت ترندلنبرج وتوماس وثالث واحده هي الليج لينث ديسكريبنسي والتست بتاعتها. You need to identify any obvious leg length difference, including لو لقيت في الأول أي leg length discrepancy لازم تعلق هو true ولا false أو الكلمة الثانية اللي بنقولها اسمها apparent leg length discrepancy. And if it's true هي على على أي مستوى بسبب التيبيا ولا الفيمر ولو في الفيمر بسبب فوق ولا تحت ال greater trochanter. هنعلق على ده واحدة واحدة. في كذا طريقه تعرف بيهم الليج لينث ديسكريبنسي اسهلها اللي كلنا ممكن بنعملها كويكلي في عيادتنا في الاول اول عين ما بينام سوباين اون ذا كاوتش الفيجوال ميثود اللي هو الفيجوال ميثود
دي لو الناحيتين parallel to each other ورف تيست في الاول تقدر تشوف الميديال مالوس الناحيه دي ليفل الميديال ان ريليشن للميديال مالوس الناحيه الثانيه, ودي بنسميها الفيجوال ميثود. اتس ا رف ميثود اند كويك ميثود تو بي دان ان ذا ستارت. ثاني حاجه زي ما قلنا ان في حاجه اسمها ترو ليج لينث ديسكريبنسي اند ابيرنت ليج لينث ديسكريبنسي, هنتكلم على الاثنين ان امينت ان شاء الله. ثالث حاجه اللي احنا برضو قلت هنعيدها ثاني ان انت تقدر تعرف لو في ليج لينث discrepancy عن طريق تستخدم البلوك ميثود اللي هو عن طريق الوودن بلوكس, وتبدا تحط واحد او اثنين او ثلاثه او whatever الاماونت اللي انت عايزها لغايه ما تلاقي ان البلفس بقى ليفل وبتعادل بيها الفانكشنال ليج لينث discrepancy اللي كانت موجوده. اوكي طيب نبدا الليج لينث discrepancy. قلنا اهم حاجه ان احنا عندنا تو تيرمز محتاجين نعرفهم, ان في حاجه اسمها ترو ليج لينث discrepancy and apparent or false leg length discrepancy. الترو ده يعني ايه يا جماعه؟ ده ترو يعني بنعرفه عن طريق قياسات بالمزوره من حتت فيكس بوينتس معينه, وده اذا قلت ان في ترو ليج لينث discrepancy ببقى اقصد ان فعلا في الاناتوميكال لينث بتاع الناحيه دي غير الاناتوميكال لينث بتاع الناحيه دي, او ان العيان فعلا عنده ناحيه فيزيكلي شورت بجد عن الناحيه الثانيه عن طريق قياسات بالمزوره زي ما احنا هنشوف من نقط محدده اللي هي منين, من الاي اس اي اس انتيريور سوبيريور اكس سباين لغايه الميديال مالوس. انما الابارنت ده ايه معنى كلمه ابارنت او ليه بيسموها ابارنت او ظاهري؟ معناها انه وين ذا بيشنت ستاندز اكشولي هو واقف قدامنا هيبقى عندك مديك امبريشن او احساس او انطباع ان هو عنده ليج لينث ديسكريبنسي, الناحيه دي مش قد الناحيه الثانيه. انما اكشولي لو تيجي تقيس اللينث بتاعها مش بالضروره ان يكون في فرق, فانت اكشولي الليج لينث ممكن يكونوا قد بعض لما تيجي تقيس بعدين. بس طب ايه اللي بيخلي الانطباع ده والابارنت ليج لينث ديسكريبنسي؟ انه بيبقى فيه سام سورت اوف ديفورميتي اللي هو زي مثلا الادكشن او الاي ديدكشن, ودي قلنا بت ريزلت ان ابارنت شورتنينج, والعكس بالعكس الاي ديدكشن كونتراكتشر في حالات سي بي مثلا برضو ممكن بيريزلت ان وات وي كول دي ابارنت لينثنج. وده تاني ما يعتبرش اناتوميكال لينث, لا ده فانكشنال لينث. اوكي طيب الاثنين دول ليه بيفرقوا عن بعض؟ في حاجه مهمه جدا يا جماعه, احنا قلنا انه في الابارنت لينث وفي ترو لينث. احنا عاده الابارنت لينث زي ما هنشوف بعدين ان احنا بنجيب نقطه في الميد بوينت اللي هي زيف ستيرنم او الامبليكس, وطبعا في بعض الناس عندهم بعض التحفظات على الامبليكس على اساس ان وضعها ممكن يكون متغير, ممكن تكون اتاثرت بعمليات بديزيز بواتيفر, فعشان كده فعلا انصحكم انكم دايما تجيبوا المور فيكس بوينت اللي هي زيف ستيرنم, فدي هنعتبرها الفيكس ميد بوينت لغايه ونقيس على لغايه الميديال مالوس. Whereas the true length زي ما قلنا وهنشرح اكتر ان انت بتبدا تقيس من الاي اس اي اس لغايه الميديال مالوس على الناحيه دي او الناحيه الثانيه. لازم ناخد بالنا ان الابارنت لينث بيتاثر بالبلفيك تلت, Whereas the true length not affected by the pelvic tilt لانك بتقيس من نقط ثابته. انما هنا عشان اوريكم والحقيقه السلايدز دي واخدها من استاذنا العزيز اللي كلنا بنتعلم منه حاجات كثيره جدا مش بس في الايوتروما كمان في البيدياتريكس والاكزامينيشن, الدكتور مأمون الكريملي من السعوديه, يا رب جميعا ندعي له بتمام الشفاء باذن الله تعالى, لانه الحقيقه علمنا كثيرا جدا على مستوى الايدوكيشن والتيتشنج وكمان على مستوى الاي او تروما وعلى مستوى الاكزامينيشن از ويل. شايفين يا جماعه ده الطول اللي بنقيس من عند الاي اس اي اس لغايه الميديال مالوس, انما في الابان دكتور محمود الصوت راح. راح خالص؟ طيب من اول فين؟ هاني؟ الو؟ هاني؟ من بعد الدعاء لدكتور محمود مأمون. اه طيب اوكي انا ما قلتش حاجه كتيره. طيب احنا هنا يا جماعه هوريكم ازاي انه الابارنت لينث ممكن بيبقى افكتد بالبلفيك تلت, whereas the true length wouldn't be affected by the pelvic tilt. تابعوا معايا, احنا دايما بنجيب نقطه بالنسبه للابارنت لينث بنجيب نقطه من الميد بوينت. سامع كده هاني؟ هاني تمام يا فندم. طيب يبقى على مستوى بالنسبه ريجاردنج الابارنت لينث احنا بنشوف بنجيب المسافه ما بين الميد بوينت واتفقنا انها احسن تبقى من زيف ستيرنم لغايه الميديال مالوس ونقارنها بالناحيه الثانيه. Whereas في ترو لينث احنا بنقيس من الاي اس اي اس لغايه الميديال مالوس الناحيه دي والناحيه دي.
تعالوا نشوف كده يا جماعه لو في سام سورت اوف بلفيك هيلث، انهي مسافه هتتاثر؟ اوبسلي اللي اتاثرت هي الابارنت لينث، عشان كده احنا بنقول ان هي افكتد باي ذا بلفيك هيلث. وراز اللينث الثاني اللي احنا بنقيسه من هنا لهنا واحد بتاع من اي اس اي اس للميديال ماريولس، مفروض انه يبقى ثابت. طيب احنا تاني افكركم ان احنا اول ما بنبدا نتست فور ذا ليج لينث لازم نايدنتيفاي انه اذا كان في فعلا اي اوبفيوس ليج لينث ديفرنس ولا لا. انا بعيد تاني، ولازم نقول الاول هو ترو ولا ابارنت، واذا كان ترو هنعرف على اي مستوى ليفل. لازم نعرف يا جماعه ان لو عيان عنده في ناحيه فيهم شورت يوجوالي it could be compensated by انه بيتلت البلفس، بيحاول يعمل الكلام ده ازاي؟ انه بيتلت البلفس، انه الابسي لاترال انتير سوبيريور سباين بيبقى a little bit down. ممكن زي ما قلت قبل كده ان هو يحاول يفليكس الاوبوزيت ليم at the hip or knee عشان الناحيه الثانيه هتبقى اطول، فيحاول ازاي وهو واقف عشان يخلي البلفس ليفل ان هو ياثر الناحيه الثانيه عن طريق انه بيفليكس الاوبوزيت ليم at the hip and or the knee. في نفس الوقت هو ممكن يعمل equinus position في الناحيه اللي هي شورت في الابسي لاترال لينز. طيب نبدا بالابارنت ليج لينز. ثاني يا جماعه قلنا ان احنا بنقيسه ازاي؟ من عند الميد بوينت زي الزي في ستيرنم لغايه تحت الميديال مان. وده يعني ايه ابارنت؟ يعني والعيان واقف هنحس ان في امبريشن اوف ليج لينز ديسكريبنسي، وير ان فاكت ذا ليج لينز اون بوث سايدز ار اكشولي ايكوال. ممكن يبقى كده، وده بيحصل امتى؟ في الادكشن او الابدكشن ديفورميتيز. الادكشن زي ما شرحنا قبل كده، شايفين يا جماعه وهي واقفه عندها فيكس اي ديدكشن ديفورميتي، فالليم بيبان انه شورت، ودي بتبقى كومبنسيتد بان بيبقى فيه سكوليوسز، ودي نقطه بقى. وطبعا اصدقائنا السباين زي محمد هاني والباقيين اللي بيشتغلوا سباين هيبقوا اشطر. هتلاحظ لو بصيت على السكوليوسز الكومبنساتوري سكوليوسز اللي موجود هتلاقي ان الكونفكسيتي بتاعته توورد ذا نورمال سايد. And also another form of compensation بالبلفس انه being tilted up causing apparent shortening of the limb. يبقى بيحصل compensatory mechanism بالبلفس انه بيبقى الـ ASIS على الناحية دي بيبقى tilted up causing الـ apparent shortening. وممكن ساعتها نعمل لها البلوك تيست زي ما احنا اتكلمنا عنه قبل كده. Whereas on the other side الـ fixed abduction deformity it's compensated by the scoliosis، وهنا هنلاقي الـ convexity بتاعته toward the affected side. والكومبنساتوري ميكانيزم الثانيه اللي العيان بيحاول يعملها ان البلفس بيبقى تلتد داون، وعشان كده ده اللي بيخلينا نحس ان الرجل فعلا اطول. وزي ما احنا شايفين لو رجعنا للصوره اللي فاتت دي فعلا يبان لنا apparently انه الناحيه دي اقصر، فتبقى that's why we call it apparent shortening. السلايد دي بتورينا انه هنا fixed abduction deformity might result in what we call apparent lengthening of the limb. وعرفنا الكومبنساتوري ميكانيزم اون بوث ان بوث كونديشنز ازاي بتحصل. طيب تاني يا جماعه افكركم احنا بنقيس ازاي؟ بنقيس من ميد بوينت. بس مهم قوي دايما يا جماعه اول ما هنبدا التست هتلاقي انه الاكزامينر بيقول لك طب مش لازم تسكوير البيشنت اون ذا كاوتش؟ ويل اكشولي وين ات كمز هير انت لازم وانت على مرحله الابارنت ليج لينث ديسكريبنسي بتخلي تو ليمبس بارلل، البلف نيد نوت تو بي سكوير لانه اكشولي you might not be able to do that لانه عنده fixed abduction or abduction deformity. هو بتقيس من عند الزيف ستيرنم لغايه الميديال ماريوس، وعرفنا الكونسيرنز اللي بعض الناس قالوها على ان احنا نتراي تو افويد الامبليكس. يبقى تاني يا جماعه عندي apparent leg length discrepancy، the lower limbs should be parallel, the pelvis need not to be square, it's measured from the zeef sternum دي النقطه الفيكست في الميد بوينت لغايه الميديال ماريوس، وعرفنا الكونسيرنز على الامبليكس. مهم قوي يا جماعه هو ليه بيحصل الابارنت فيها يا جماعه؟ لان الحقيقه انا زمان ما كنتش ببقى فاهم قوي، يعني اي حد يقول لي كلمتين قيس الابارنت من هنا لهنا والترو من هنا وهنا وخلاص، وما بقتش ببقى فاهم. فانا حاولت النهارده اوصل لكم ايه المقصود بالابارنت وايه المقصود بالترو. الابستنت اوف اكستنت اوف ناتشرال كومبنسيشن زي ما قلنا ديفلوب. هاني صوت قطع حاجه بسيطه بس احنا متابعين. سامعني؟ okay, thank you very much. The apparent shortening helps in assessing the extent of natural compensation اللي بيبقى developed في الحالات اللي زي دي عشان to conceal or to hide the actual disparity or discrepancy على مستوى ال hip joint. وده بيحصل ازاي؟ انه عن طريق ان احنا بنتلت البلفس سايد وورد.
زي ما قلنا قبل كده، سواء في حالة الفيكس A ديدكشن أو في حالة الـ A ديدكشن. لما قلنا مرة بتطلع البلفيس بينزل بيدب لتحت فيبان إن هو شورتر، أو العكس فيبان شورتر لفوق، أو العكس في حالة الـ A ديدكشن ديفورميتي. On any occasion, natural compensation ده بيimprove زي ما قلنا cosmetic appearance. وفي ناس شبهوا الكلام ده إنه apparent shortening هو السم بتاع true shortening plus الشورتنينج اللي ناتج من اي fixed deformity زي ما هنشرح دلوقتي. السلايد الجاية دي عايزكم تركزوا فيها قوي. عندنا احتمال من ثلاث احتمالات، وده يا جماعة للي عايز يفهمها كويس قوي قوي ويجيب الفول مارك. لو عندك عيان طلع انت بتقيس لقيت true shortening is equal to the apparent shortening, it indicates ان مفيش اي compensation. فخلاص احنا عرفنا ان الابارنت شورتنج ده بيحصل عشان العيان بيحاول، او يعني جسم العيان بيحاول يكمبنسيت لاي ديفورميتي. طيب الترو شورتنج اكتر من الابارنت شورتنج، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان احنا حاولنا نعمل كومبنسيشن بس بارتلي بارشال كومبنسيشن. يبقى ده معناه ان الترو شورتنج از مور ذان ذا ابارنت شورتنج، ات انديكيتس ذات بارت اوف ذا شورتنج هاز بين كومبنسيتد فور. طيب لو الترو شورتنج اقل من الابارنت شورتنج، يبقى ده معناه ان العيان زي ما قلنا قبل كده عنده فيكس A deduction deformity، عشان احنا نتكلم على shortening دلوقتي besides shortening without compensation. اوكي، وده اللي بيخلي انه ال true shortening ساعتها اقل من ال apparent shortening. I hope ان احنا كده نكون فهمنا ال apparent leg length discrepancy، بالذات ال shortening اللي بنقابلها اكتر كتير قوي. اوكي طيب، قبل ما ننقل على true shortening، مفاجأة في اغلب الزمالات او اغلب الامتحانات، او بلاش اقول اغلب، بعض الامتحانات بدا يبقى فيه اتجاه انك انت تتكلم مني على true leg length discrepancy، وما بيدخلوش قوي في الابارنت الا لو سالوك عنه. انما الحقيقه في مصر وفي الزمالات بتاعتنا والدكتوراه انصحكم كلكم انكم تذاكروا الكلام ده كويس جدا جدا جدا، لان هو باس اور فيل بالذات للسينيور عند السينيور اكزامينرز بليز. طيب خلصنا الابارنت، ننقل على true short. هنا بنقول true shortening معناها او leg length discrepancy ان هي فعلا الرجل دي physically short او anatomically short compared to the opposite side، مش مجرد حاجة ظاهرية. This could be above or below the trochanter، او ممكن على مستوى التيبيا او الفيمر زي ما هنشوف. الميجرمنتس عادة بنعملها منين؟ من عند ال ASIS to the medial malleus. جاي لك يا اللي بتسألني ليه ما بنقيسش من عند ال hip joint. الترو هنا يا جماعه، فاكرين لما قلنا مش لازم العيان الثاني او ساعات مش هنقدر نعمل له سكويرنج؟ انما هنا اوعى تبدا تقيس من غير ما تعمل ايه، لازم تكون عامل سكويرنج للبلفس افتر سكويرنج ذا بلفس. ولو في ديفورميتي في ناحيه غير مختلفه عن الناحيه الثانيه، اوعى تقيس قبل ما تقيس الديفورميتي دي، وتحط الرجل اللي انت هتقيسها في نفس الديجري اوف ديفورميتي ايدنتيكال اور ميرور equivalent position زي الرجل الثانية. In addition to the pelvic to the pelvis لازم يكون square. تاني يا جماعة، whenever you need to measure for the true leg length discrepancy لازم تعمل الآتي. لو العيان عنده الرجل الثانية فيها deformity، لازم to reproduce the deformity بنفس الدرجة، تحطها في نفس degree of abduction أو adduction deformity، وبعدين تقيس. لازم in an identical mirror equivalent position، ولازم البلفس يكون سكوير في حالات الترو ليج لينث ديسكريبنسي. طب هو ده مهم ليه يا جماعه؟ ما تلخبطناش بقى يا دكتور محمود. فاكرين يا جماعه احنا ما بنقيسش من عند الهيب جوينت، لان الهيب مش هتقدر تقيس بالظبط من السنتر بتاع الفيمورال هيب. فاحنا ايه البوني لاند ماركس اللي اتفقوا عليها ان هي فيكس ونقدر نقيس عليها ونقارن الناحيه دي بالناحيه دي؟ هي ايه؟ الاي اس اي اس. اوكي؟ ممكن طيب. نقول بسرعة يا دكتور محمود بس يعني ايه pelvic square عشان ممكن يكون بعض الجونيورز معانا عايزين يعرفوا. اوكي، البلفيك سكوير يا جماعة انتوا عارفين سكوير يعني ايه؟ يعني مربع، يعني محطوط انه الاي اس اي اس على الناحيتين يكونوا at the same level. كويس؟ ويكون العيان، مش انت دايما بتقول you have to the patient lying well centralized in bed، فانت bed centralize العيان، فبيبقى ساعتها البلفيك سكوير on the couch or bed. الى جانب كده انك لازم تريبروديوس الديفورميتي في الناحيه الثانيه وانت بتقيس الليج لينث او ترو ليج لينث ديسكريبنسي لو سمحت. اوكي طيب، ليجز تعالوا نشوف. انت العيان ده حاولت تعمل له، ومع هذا العيان ده عنده حاجات ثانيه انت مش قادر تسكوير، فانت هيبقى فيه الاوبشنز الاتيه. ان العيان ده عنده ابدكشن كونتراكشن، فانت عشان انت مش قادر
تخلي عشان هتقيس من ناحيه وتقارنها بالناحيه الثانيه، وانت بتقيس من الاي اس اي اس هنا بقى هنبدا نفهم، مش من عند الفيمورال هيد، لان لو الفيمورال هيد ما كانتش هتتاثر بوضع الكلفس ان هو مش سكوير او ان في ديفورميتي في ناحيه، فاحنا عشان بنقيس من الاي اس اي اس فاحنا هنتاثر ساعتها بالميجرمنتس بتاعتنا هتتاثر سواء في ابدكشن او ديدكشن ديفورميتي. فانت لو العيان عنده الناحيه الثانيه ابدكشن ديفورميتي لازم قبل ما تقيس تحط الرجل الثانيه تو ذا ان ذا سيم ديجري اوف ديفورميتي. يبقى ثاني يا جماعه، لو عيان عنده ابدكشن ديفورميتي في ناحيه او ابدكشن كونتراكتشر لازم تميجر الديفورميتي وتحط الرجل الثانيه وانت بتقيس عشان تقدر تقيس، لان اوبفيس لو عنده فيكست ابدكشن ديفورميتي المسافه من الاي اس اي اس لغايه الميديال مالس هتختلف من المسافه من الاي اس اي اس للميديال مالس لو الناحيه الثانيه ما عندوش الابدكشن ديفورميتي، لان ثاني احنا هنا مش بنقيس من الفيمورال هيد، احنا بنقيس من الاي اس اي اس، فالبلبس هيبقى فيه تلت. اوكي يا رب دلوقتي تكون اتعرفت كلمه تلت يعني ايه وسكوير يعني ايه برضو وضحت اكتر. فانت لازم تقيس الناحيه الثانيه وتعرف الديجري بتاعت الديفورميتي بتاعتها وتحط الرجل الثانيه في نفس الديجري اوف ديفورميتي. ادكشن نفس القصه هتقيس، بس خد بالك بقى انت تقدر تبعد الرجل الثانيه عشان تعمل ايه بدكشن، انما الادكشن لو حاولت تحطها في نفس الديجري الرجلين هيخبطوا في بعض، فانت عندك حل من الاثنين، فانت ما تقدرش تعمل الاثنين تقوم هيخبطوا في بعض، فانت ممكن حد يساعدك او تخلي رجل منهم على السرير وترفع الرجل الثانيه ترفعها لفوق وتعدي الرجل اللي انت عايز تقيسها تبقى عاملها نفس الديجري اوف ديفورميتي تحت الرجل الثانيه عشان تكلير الوي بي. ثاني يا جماعه معلش انا عارف الاكزامينشن اونلاين ده صعب جدا، ومع هذا انا بحاول اوصل لكم، فعشان كده لازم تشوفوا فيديوهات ولازم تشوفوا كورسز. بس اني واي الابدكشن مفيش مشكله، انت هتخرج الرجل لبره، انما الادكشن لو حاولت تدخلها لجوه ما هتخبط في الرجل الثانيه، فلازم ترفع الرجل الثانيه لفوق فتقدر تعمل ادكشن للرجل دي وتقيس ساعتها وتعمل نفس القصه. اوكي ممكن تعملها لوحدك او ممكن تعملها انك كروس الليجز او ممكن تخلي حد يساعدك في الاكزام. اوكي لو عندنا احنا قلنا الابدكشن والاي بيدكشن والابدكشن ديفورميتي، طب لو عندنا فليكشن كونتراكتشر في الركبه او فيكس فليكشن كونتراكتشر في الركبه هعمل ايه؟ هتحاول تكرييت انت كل ده عايز تبقى الناحيه دي زي الناحيه دي بالظبط عشان وانت تقيس ما يبقاش اختلاف ناتج من ديفورميتي. فانت الان افكتد ني تقدر تقيس الفيكس فليكشن ديفورميتي الناحيه الثانيه قد ايه، وتقدر تحط ويدج او بولستر او مخده او تكرييت نفس الديجري اوف ديفورميتي عشان لما تيجي تقيس الناحيه دي تبقى زي الناحيه دي. اوكي طيب افرض عندنا فالجاس ني، ينفع تحط الرجل الثانيه في نفس الديجري اوف فالجاس ني؟ ما ينفعش، انت مش هتكسر الرجل يعني مش هينفع تكرييت. فانت في الحاله دي عشان كده مهم قوي انك تقيس وات وي كول ذا كومبوننتس بارتس اوف ذا ليج، وتقارن الكومبوننتس بتاعه الناحيه دي بالكومبوننتس بتاعه الناحيه دي. بمعنى انت عندك مستوى الديفورميتي هو الركبه، فانت هتقيس اول سيجمنت من عند الاي اس اي اس لغايه التيبيال تيبوراسيتي، والسيجمنت الثاني هيبقى من التيبيال تيبوراسيتي لغايه ميديال مالس. طبعا تقدر تختار، ممكن تقول انا هقيس لغايه الميديال جوينت لاين، انت حر اختار اي نقطه فيكس تعملها الناحيه دي وريبروديوس بالظبط الناحيه الثانيه. فانت تاني هنا في الفالجس ني تقدر تمجر كومبوننتس اوف ذا كومبوننت بارتس اوف ذا ليج من عند الاي اس اي اس لغايه التيبيال تيبوراسيتي اند من التيبيا التيبروستي للميديا المالوس، وتقارن السميشن بتاع الناحيه دي والناحيه دي. طب وصلنا نعرف ازاي؟ احنا لغايه دلوقتي عرفنا ان في ليج لينث ديسكريبنسي. طيب هل الليج لينث ترو ليج لينث ديسكريبنسي اي مين هل الليج لينث ديسكريبنسي ده فوق ولا تحت الركبه؟ نعرفها ازاي؟ في الجالياكسي تيست او جاليازي تيست وات ايفر يو نيد تو برونونس، بس هو بيتنطق كده. جالياكسي تيست ده يا جماعه بيتعمل ازاي؟ انت اول حاجه لازم تتني رجل العيان زي ما هنشوف، هتاسك البيشن ان هو يفليكس النيز والهيبس، وتبقى حوالي الهيبس متنيه حوالي 45 درجه والنيز حوالي 90 درجه. ولازم في بدايه التست تتاكد ان الماليولاي والهيلز ات ذا سيم ليفل. put the malleoli at the same level if unable to do عشان عنده اي هايند فوت اسيمتري التست ده كله هيبقى غلط، ما بني على بطل فهو بطل. فاول حاجه لازم الهيلز تبقى على السيم ليفل والماليولاي ات ذا سيم ليفل، اذروايز لو في اي هايند فوت اسيمتري هيخلي التست ده انأكيوريت. وزي ما قلنا بنتني الفخذ الهيب جوينت 45 والركبه 90 درجه. واي زي ما قلنا وي هاف تو انشور ذات ذا هيلز ار ات ذا سيم ليفل. وبعدين نبدا نبص على الني من الجناب. هيبقى عندك الاحتمالات الاتيه، انك تلاقي ان التيبيال تيبروسيتي وانت باص من الجنب
اعلى من الناحيه الثانيه او مور بروميننت عن الناحيه الثانيه وفي ديفرنس ده this would suggest ان في discrepancy in the length of the femur. يبقى العكس لو في على مستوى التيبيال تيبوروسيتي هي اللي مور بروميننت او فيها discrepancy يبقى actually الفرق فين جاي منين من الفيمر والعكس بالعكس. هنبص على الهايت بتاع الديستال فيمر فين بالظبط على الانتير اسبيكت اوف ذا ديستال فيمر ونشوف لو ناحيه بروميننت او protruding اكتر من ناحية تانية this might suggest ان في discrepancy والdifference هنا هيبقى جاي femur ولا tibia هيبقى من التيبيا صح. يبقى تاني هنبص على مستوى التيبيال tuberosity هي لو هي landmark بتاعتها لو في difference في the height of the tibial tuberosity this might suggest that there is discrepancy in the length of the femur والعكس بالعكس هنبص على height بتاع distal femur ونlook at any differences على مستوى heights بتاعة anterior aspect of the distal femur any difference would suggest ان في فرق او leg length discrepancy جاي السورس بتاعه على مستوى التيبيا. يبقى احنا كده بالجالياتسي تيست ده نقدر نعرف هو leg length discrepancy جايه من فوق ولا تحت الركبه above or below the knee. طيب let's say ان هو above the knee نقدر نعرف ودي بتتسال من السينيور examiners هو supra ولا infra trochanteric leg length discrepancy. كلنا يا جماعه يمكن سمعنا عن حاجه اسمها branch triangle او الاسم الثاني بتاعه هو iliofemoral triangle. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بحس التوب بتاعه الجريتر تروكانتر وبرسمها او بعمل عليها مارك وبعدين الاي اس اي اس وبشوف اللاين ده بوصله ببعضه ممكن ترسمه على عيان زي ما هنشوف. اللاين الثاني ان انا بنزل imaginary لاين او trajectory لاين بيبقى عمودي على السرير وبعدين بوصل another vertical line من اللاين الايماجينري لاين ده بالتوب بتاعت الجريتر تروكانتر. يبقى تاني البراين ترانجل او الايليوفيمورال ترانجل ده اللاند ماركس بتاعته الثلاثه ايه؟ توب بتاعت الجريتر تروكانتر والاي اس اي اس وكمان التقاء اللاين اللي هو الفيرتيكال ايماجينري لاين من الاي اس اي اس على البيد او الكاوتش والتقائه مع التوب بتاعت الجريتر تروكانتر. تقدر ترسمه على العيان تقدر ترسمه على العيان كويس جدا. وبتقدر تقارن بقى الترينجل ده مساحته بالناحيه الثانيه، في طريقه ثانيه انك تحط الثمب هنا والاندكس هنا وتقيس المسافه هنا وتقيسها بالناحيه الثانيه وتشوف او تقيس المسافه دي او ساعات بيتقال انك تقيس المسافه دي اللي هو الفيرتيكال لاين ما بين التوب وما بين التقائه بالفيرتيكال ايماجينري لاين او تراجكتوري من الاي اس اي اس اللي نازل عمودي على السرير. وتشوف مثلا هتلاقي هنا ثلاث صوابع three fingers مثلا على ناحيه والناحيه الثانيه هتلاقيها two fingers بس مثلا صباعين يبقى obviously الناحيه اللي عليها صباعين في فرق يبقى البلفس طالع لفوق يبقى انت عندك هنا ممكن يكون عندك supratrochanteric shortening. اوكي يبقى يا بتقيس من هنا لهنا المسافه دي او بتقيس كل مساحه الترانجل ده اللي انت بتقوله للاكزامينر او بتقيس المسافه زي ما قلنا دي او المسافه من هنا لهنا وتقارن بالناحيه الثانيه. خد بالك بقى لو الباثولوجي اللي عند العين ده bilateral it's not helpful obviously لانك ما بني على باطل فهو باطل انت الريفرنس بتاعك غلط فانت مش هتقدر تقارن. اوكي unless ان في major discrepancy طبعا وساعتها تقول هو الناحيه دي هو العين عنده bilateral pathology however الناحيه دي كذا والناحيه دي كذا وتبقى متحفظ وانت بتقول على الفاليديتي او اليوتيليتي بتاعته. في ساين تاني معلش يا جماعه الحاجات دي مش مستخدمه كتير بس انا حاولت اجمع لكم كل الساينز او كل الحاجات اللي ممكن السينيور اكزامينرز يكونوا كانوا بيعملوها زمان. They were very very clinically oriented and very clinically talented. عشان clinical signs يعني كانوا talented جدا في الحاجات دي. في حاجة اسمها Nelaton's line. بنعمل basically line من عند the ischial tuberosity ونمد منه the line ده لغاية the anterior superior iliac spine. وبنبقى رسمين the greater trunk وبنبقى شايفين the greater trochanter عادة النورمال إن it should lie just touching أو tangential ده أو تحتيه. لو لقيناها فوق يبقى obviously there is a sort of proximal migration of the pelvis, which might indicate supratrochanteric leg length, cause of leg length discrepancy. Okay? يبقى دي بنقول عليها Nelaton's line. في line تاني اسمه Shoemaker's line. برضو مش مشهور قوي بس حبيت اقوله لكم بسرعة. Line تاني من TSIS. Trajectory بتاعه. Any height. تاني يا جماعه لو كان الصوت وقع الشوم من اول الشو ميكرز اوكي صح؟ هو قبلها طيب. كان هعيد تاني طيب قبلها النيلاتونز لاين
قلنا يا جماعه ان احنا بنعمل لاين التراجكتوري بنرسمه على العيان من عند الايسكيال تشابروسيتي لغايه الاي اس اي اس ونشوف الجريتر تروكانتي بالضبط. عاده المفروض نورمالي ات شود لاي اون اور بيلو ذس لاين. هاويفر لو كانت فوقه يبقى في عندنا ده كوز او اتس evidence of supratrochanteric cause of leg length discrepancy. طيب الشو shoemaker's line دول عبارة عن two lines بترسمهم من التوب بتاعت التب بتاعت greater truck toward the ASIS وبترسم التراجكتوري ده والناحية الثانية نفس القصة. مفروض ان two lines دول يكونوا يتقابلوا الكروسنج طبعا عند الامبليكس او just above this. لو التو لاينز دول قال لك ان هم تقابلوا تحت الامبليكس يبقى ده معناها ان في عندنا برضو ناحيه منهم الجريتر تروكانتر مش في وضعها الطبيعي و this would reflect supratrochanteric cause of leg length discrepancy. ثالث لاينز واقلهم في الاهميه حاجه اسمها تشينز لاينز اللي هو بتعمل او رابع لاين يعني انت بتعمل الايتي بتجيب بتجوين التيبس بتاعت الجريتر تروكس والتيبس او الاي اس اي اس اون بوث سايدز اللي هو اللاين ده الـ A between الـ two points اللي هما A and A dash والـ B and B dash. مفروض normally الاثنين يكونوا parallel to each other. إنما لو في ناحية منهم فيها supratrochanteric cause of leg length discrepancy يبقى الاثنين هيبقوا converging and no longer parallel to each other. ودول بنسميهم الـ Sheen's lines. آخر واحد في حاجة اسمها الـ Morris bitrochanteric test تاني برضو حاجات يعني مش مهمة قوي أو أقل في الأهمية بس عشان أبقى comprehensive حبيت أقولها لكم. من عند التيب بتاعت الجريتر تروك لغايه السيمسس جيوبس اللاين ده واللاين ده وهيبقى اوبفيسلي الناحيه لو كان في عندنا هيب ديسلوكيشن او سبلكسيشن او حاجه هتبقى اقل في عن الناحيه الثانيه يعني بتقارن لاين بي سي على الناحيه دي وبي داش سي على الناحيه دي لو لقيت ديسكريبنسي ذس مايت انديكيت ا كوز اوف سوبراتروكانتريك شورتنينج زي مثلا هيبقى ريديوس في حاله الهيب ديسلوكيشن. ثاني يا جماعه ثاني مرحله دخلنا عليها بعد اللوك قلنا supine on couch افكرك اتكلمنا فيه على الايه اهم حاجه الليج لينث كل ده على الليج لينث مهمه جدا it's pass or fail في الاكزام you need to make the pelvis square as much as you could وده في حالات التو ليج لينث discrepancy وعملته straight هتبدا تقيس للترو ليج لينث discrepancy من الاي اس اي اس لغايه الميديال مارس. عرفنا لو العيان انت مش قادر تسكوير البلفس وعنده مشكله او deformity in the form of abduction هتريكرييت الابدكشن ديفورمتي الناحيه الثانيه نفس القصه في الاي ديدكشن وعرفنا التريك ان الرجل عشان ما تخبطش في الناحيه الثانيه فانت بترفع الرجل الثانيه وتقدر تعمل اي ديدكشن وتعملهم بالتبادل تكروس ايتش اذر بالتبادل سواء لوحدك او باسيستنت. عرفنا الفليكشن كونتراكشن انك ازاي تحط بالستر او مخده او ويدج او تكرييت بالظبط نفس الديجري اوف ديفورمتي وتقيس. في البالكس مش هتقدر تعمل كده فانت ساعتها هتقدر تستخدم السيجمنتال ميجرمنت اللي هو تقيس تقسم الرجل اللو ليمب لسيجمنتس من الاي اس اي اس لغايه التيبيال تشيبروسيتي فور اكزامبل او ميديال جوينت لاين اند نفس القصه من التيبيال تشيبروسيتي او ميديال جوينت لاين لغايه الميديال مانس وتقارنها بالناحيه الثانيه. طيب عرفنا ان في ترو ليج لينث ديسكريبنسي عايزين نعرف هو تحت ولا فوق في التيبيا او الفيمر او الركبه يعني تحت ولا فوق الركبه هتعمل جالياكسي ساين وعرفنا بتتعمل ازاي وعرفنا بنبص على ايه ممكن تبص على التيبيال تشيبروسيتي ولو في بروميننس او في ديسكريبنسي او ظهر بروتودنج ناحيه اكتر من ناحيه او مختلفه يبقى السبب فين في الفيمر والعكس بالعكس هتبص على انتيرير اسبيكت اوف ذا ديستال فيمر وساعتها هتعرف ان الفرق في التيبيا. وصلنا بعد كده عايزين نفرق على سوبرا ولا انفرا تروكانتريك ليج لينث ديسكريبنسي وصلنا للبرايان ترانجل وبعدين شويه اللاينز اللي احنا قلناهم بالذات لو انت هتدخل لحد من السينيور اكزامينر خلي نفسك محضر نفسك انك تقدر ترد عليه. بعد ما خلصنا اللوك هنبدا فيل. الفيل يا جماعه ده من اسهل الحاجات طبعا هتشوف تندرنس هنا تمبريتشر والبالسيشنز ما تنساش ممكن وانت في الفيل في الاول هتحس البالسيز بالذات في اللونج كيس وتبقى فيري ويل اوير انك انت بتحس البالسيز ولازم تذكر الكلام ده للاكزامينر انكلودينج ذا فيمورال بالس بوبليتيال اند اولسو دورسالس تيدس او بوستيرير تيبيال او وات ايفر. الفيل انت عايز تشوف هل في تندرنس ولا لا او لازم تعمل برضو تحط ايدك على different areas important areas ممكن تبدا في ناس بيبداوا من اول السيمسس بيوبس يمشوا towards the ASIS وهو بيحس المنطقه دي اكنه بيمشي على الكونفاينز او الباوندريز بتاعت الانجوينال ليجمنت بعدين ننزل ناحيه الجريتر تروكانتر ودي حته مهمه جدا never to miss ان في tenderness على الجريتر تروكانتر سواء التروكانتريك بيرسايت
على البوستير اسبيكت على الايسكال تشيبروسكي على من قدام تندرنس along the anterior aspect of the femoral head او whatever. فانت حاول تعمل بشكل معين, تبدا تعمل بشكل سيستماتيك ديفرنت ارياز الايلياك كريست وتمشي معاها لورا لغايه البي اس اي اس اتسترا. اوكي بعد كده ندخل على الموف. الموف يا جماعه احنا عايزين نعرف الرينج اوف موفمنت ان ديفرنت بارتس اوف ذا of the hip joints او different range of movement of the hip joint. بس الله امال انا ليه بادئ بالتوماس تيست؟ دايما يا جماعه try to be efficient. فانت التوماس تيست ده زي ما كلنا عارفين او وهنعرف ان احنا بنقدر نعرف هل في fixed flexion deformity of the hip ولا لا او مقدارها قد ايه. بس كمان واحنا بنعمله احنا بنقدر نعرف الرينج اوف فليكشن بتاع الهيب ده قد ايه. فانت عشان كده لو بدات بيه انت بتعرف الاكزامينر, لان في ناس كتير في الزمالات deformity of the hip. In addition you could measure the flexion range of movement of the hip. طيب تاني عشان عارف ان الصوت وقع, احنا بنتكلم على التوماس تيست في الاول على اساس ان اقدر اقيس بي degree of fixed flexion deformity of the hip. بس in addition بقدر اعرف ال flexion range of movement بتاع الهيب ده قد ايه. فنقدر نبدا بيه ال part بتاع الموف او الثيرد بارت. ما ننساش look feel move and special test. احنا دلوقتي في ثالث ربع في المحاضره ان شاء الله. اوكي طبعا اخر ربع ده مش هياخد وقت قوي. التوماس تيست مهم جدا 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 من هنا لغايه بكره, انك ما ينفعش تبقى داخل امتحان بتجمع تقول ايه. ما ينفعش اعمله 500 مره قبل ما تدخل تاكزامن. ما تنساش يا جماعه ان الهيب ستيشن دي من الحاجات الباسور فيل, لان كل الناس زي ما قلنا بتعرف تعمل هيب اكزامينشن, وده اول حاجه كلنا بنذاكرها من زمان. فانت لازم يحس الاكزامينر انك مش جاي لسه بتجمع في كلمتين تقولهم ولسه بيشوفك اول مره تعمل التوماس تيست. فانت لازم تعمله كتير جدا وتعمله براكتس قدام ناس ثانيه. تعالوا نبص يا جماعه, حاولت اجيب لكم برده الفيديو ده وانا اشرح لكم عليه. احنا تاني يا جماعه احنا عايزين نعرف اذا كان في fixed flexion deformity of the hip ولا لا. طيب احنا عارفين انه ساعات لما بيحصل fixed flexion deformity للهيب بيحصل معاها compensatory زي ما قلنا قبل كده compensatory increased lumbar lordosis. فاحنا عايزين نعمل التست اللي نقيس بيه الدرجه هل في fixed flexion deformity ولا لا والدرجه بتاعتها قد ايه. تعالوا نشوف الفيديو ده بيتعمل ازاي. هتقف على ناحيه العيان, يستحسن الناحيتين ينفع تبقى فاضيين تقدر تقف. اول حاجه بتعملها بتحط ايدك هنا, ودي باس اور فيل في الاكزام انك تحط ايدك تحت الميد لامبر سباين, وبعدين تبدا تتني الناحيه الثانيه. تطلب من العيان, انا هوقف هنا, تطلب من العيان ان هو يتني الناحيه الثانيه. في الاول ممكن تطلب منه ان هو يعمل الكلام ده اكتف, وبعد كده في حاجه اسمها باسيف رينج اوف موفمنت اللي هو بعد العيان ما عمل الديجري اوف اكتف تقدر انت تكمل بايدك تقوم مكمل حته كمان, يجوز يكون عنده باسيف رينج اوف موفمنت. تاني التست ده يا جماعه بيتعمل ليه؟ هعيد, احنا عايزين نعرف اذا كان العيان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي في الهيب ولا لا. ذس از نمبر 1. نمبر 2 الديجري بتاعتها او الاماونت او الماجنيتيود بتاعها قد ايه. وعارفين انه ممكن لو العيان عنده بيبقى عنده انكريست لامبر لوردوزس, فاحنا عايزين نعمل تريك نقدر نتاكد ان في اوبليتريتد لامبر لوردوزس. فاول حاجه لما هيجي هنا الاكزامينر يقف على ناحيه الناحيه دي هتلاقيه هيعمل اول حاجه بيحط ايده تحت الميد لامبر سباين زي ما احنا شايفين. وبعدين لو احنا بنكزامن الناحيه دي هنبدا نخليه يتني الناحيه الثانيه لغايه ما يجيبها لغايه التشست. فتقدر تخلي عين يعملها اكتفلي او انت تقدر تعملها باسفلي, وهو عملها اكتفلي تقدر تدوس الحته الباقيه طبعا جنتلي وتكمل بيها الباسيف رينج. وبعدين تخلي العيان يمسك الرجل دي بايديه وتشوف الرجل الثانية مفرودة ولا في بدا يبقى في فليكشن ديفورميتي, هل تقدر تعدي ايدك. وساعات ان انديا في الكورسز بتاعتهم او في بعض البرزنتيشنز بيقول لك انك انت عشان تتاكد سواء لللمبر لوردوزس او لهنا بالذات كمان انا اسف لللمبر لوردوزس, انك تجيب تورش وتتاكد ان النور عدى او ريفلكتد في الحيطة الناحية الثانية ولا لا عشان تتاكد ان بقى في كومبليت اوبليتريشن لللمبر لوردوزس. اوكي فانت هنا تاني بعد ما تنى الرجل الناحيه الثانيه وانت سايب ايدك تحت الميد لامبر سباين عشان تتاكد ان في اوبليتريتد لامبر لوردوزس, بتشوف هنا هل الرجل فلات اون ذا كاوتش ولا بدا يحصل اي ديفورميتي اللي هي ممكن لو كانت موجوده زي ما احنا شايفين كده. هنا العيان واحنا عاملين ما كانتش الرجل فلات, فده اكشلي بدا يبقى في
هنا الهيب بقى فيه فلكشن وده العيان مش قادر، بتسال العيان لو سمحت او تطلب منه لو سمحت حاول تفرد دي، تحاول تدوس عليها جنتلي بسيط قوي، هتلاقيها ان هي واقفه، فده معناه ان عنده فيكست فليكشن ديفورميتي اوف ذا هيب، وده الماجنيتيود بتاعها اللي بتقيسه بالجونيومتر. طيب لو حاولت تقيس على العيان او العيان ساعات حاول يماسك او ينزل قوي، هتلاقي ايه؟ فاكرين لما كنا حاطين ايدينا من فوق؟ هتلاقي ان السباين بدا يحصل فيه ارش تاني. هو هتحس، شايفين يا جماعه؟ لازم تبقى واخد بالك، يبقى ايدك دي على طول تتاكد انه اوبليتريتد لامبر لوردوزس موجوده، وفي نفس الوقت بتقيس ده بالجونيومتر، ولو حصل ان العيان بدات تدوس وبدا يفرد شويه تبدا تحس بايديك هل الاوبليتريتد لامبر لوردوزس بدا ان اللامبر لوردوزس يزيد تاني وما بقاش اوبليتريتد زي الاول. مهم جدا 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 طريقه الاكزامينشن. اي هوب ان نكون كلنا عرفناها. طيب بنقيس ازاي؟ بعد ما تنينا الرجل الثانيه بنجيب جونيومتر وبنقيس وبنشوف الماجنتيود او كميه الفليكشن ديفورميتي اللي موجوده في الهيب ده بقت قد ايه. اوكي طيب تاني يا جماعه، زي ما قلنا في التريندلنبرج ممكن تعمله من ورا ومن قدام، برضو التوماس تيست ممكن يتعمل بكذا طريقه، ومن ضمن الطرق الثانيه المشهوره جدا في الاوزوستري وبتدرس في الاوزوستري اورثوبيديك كلينيكال اكزامينشن بوك او كورس او اوزوستري ستايل كورس اللي بيتعمل هنا في مصر، بنعمله بطريقه مختلفه. الاول انت بتعمل ايه؟ هوريكم الطريقه بتاعته. احنا عرفنا ان احنا الايم بتاعنا ايه اللي نعمله، ان احنا عايزين نحط ايدينا من تحت الميد لامبر سباين ونتاكد ان في اوبليتريتد لامبر لوردوزس. بيبدا بدل ما بتبدا انه الاثنين مفرودين، لا بتبدا تخلي التو نيز فليكست على مستوى الهيبس والنيز، بتبقى حوالي 45 درجه، وبعدين بتحط ايدك عادي خالص، وبعدين تطلب من العيان انه يتني الناحيه الثانيه اللي هي الكونترالاترال سايد زي ما عملنا في التست المره اللي فاتت، وبعدين هتبدا تعلق هنا. ذا بيشنت كان اكتفلي فليكس كذا، وبعدين تحط ايدك قدر خلاص مش قادر تزود الفليكشن، يبقى هو عنده ده الفور رينج اوف فليكشن كله كان اكتف. انما لو قادر تكمل عليه بشويه باسيف فليكشن يبقى تقدر تقول ان في باسيف رينج اوف فليكشن ممكن يزيد كمان 10 درجات. وبعدين بتخلي العيان تو كلتش هيز نيز، هولد هيز نيز بالطريقه دي او انت بتمسكها. والكومنت هنا اللي لازم يسمعه الاكزامينر انك انت اتاكدت وايدك محطوطه تحت الميد لامبر سباين بتاع العيان انه ذا لامبر لوردوسز از اليمينيتد او اوبليتريتد، والكونترا لاترال فليكشن رينج اوف كذا سواء اكتف او كذا لو هو كان فيه ديفرنت باسيف. يبقى تاني يا جماعه نايمنا العيان والرجلين النيز متنيه 45 درجه، بعدين حطينا ايد تحت الميد لامبر سباين عملناها عشان نتاكد ان اللامبر لوردوزيس از كوايت اوبليتريتد، وبعدين بتاسك العيان ان اكتفلي فليكس الان افكتد اني لغايه ما تلمس الصدر او اقرب حاجه للتشست، وفي عرفنا الفرق بين اكتف وبعدين باسيف، وبعدين بتكومنت انه وبيمسك رجليه، وبعدين بتعمل كومنت انه اللامبر لوردوز اليمينيتد والكونترا لاترال فليكشن رينج اكتف كذا وباسيف كذا. نيفر ايفر تنسى انك تحط ايديك ثرو اوت ذا تيست، دي مهمه جدا وفيتال ميستيك زي ما بنقول. بعد كده انت عملت الناحيه دي هتبدا تاكستند، ما تنساش ان احنا كنا بادئين ايه في الشكل اللي فات 45 درجه، فانت تبدا تاكستند الرجل الثانيه اللي انت عايز وتشوف هي نامت فلات على الكاوتش ولا نامت فلات، يبقى مفيش فيكس فليكشن ديفورميتي. ما نامتش فلات يبقى ذس انديكيتس ان في فيكس فليكشن ديفورميتي، وتجيب الجونيومتر وتقيس اوكي وتقول انه كسر. تمام طيب، وما تنساش انه انت بتزق لتحت ممكن عشان ايدك تحت محطوطه تحت الميد لامبر سباين انك انت عارف كويس جدا انه حصل تغير في اللامبر لوردوزس ولا لا. بعد كده انت تقدر تقول انه الفليكشن رينج بتاع العيان ده كذا من كذا لكذا لانك عملت من اول 45 لغايه تحت، انما انت لسه ما تعرفش هو الفول رينج بتاع الفليكشن قد ايه، فتقوم عامل ايه؟ فليكسنج الرجل الثانيه اللي هي اللي انت بتاكزامن تعمل لها فول فليكش، خد بالك الثانيه فول فليكس زي ما هي، اوكي؟ وبعدين تقدر تقول برضو انه الفليكشن رينج في الناحيه اللي انا بتست من كذا لكذا اكتفلي، وبعدين باسيفلي لو زاد شويه. تمام؟ يبقى تاني احنا بعد ما عملنا الجزء الاولاني هنيجي نحاول نفرد من الوضع اللي فات اللي هو 45 درجه، هنبدا نفرد الناحيه اللي احنا بنتست ونشوف اتفردت بالكامل كان بها، ما اتفردتش ولسه فيه، يبقى هنقيس الفليكشن ديفورميتي ماجنتيود ونقول بكذا.
وبعدين نرجع نفليكس بالكامل ونشوف الاكتف رينج بتاع الناحيه الثانيه عشان يبقوا الاثنين فليكس. اوكي ما تنساش ان انت سايبه كان تاني الرجل الثانيه من الاول. وبعدين تبدا هو ده الشكل مش موجود كده بس هتبدا تفرد دي وتعكس وتخليه كان ماسك الناحيه الثانيه وبعدين تعلق على الناحيه الثانيه. تشوف برده الاذر هيب اللي احنا كنا تانيينه في الاول لما تفرده فيه هو كمان فليكشن ديفورمتي عشان يبقى فيه بايلاترال فيكس فليكشن ديفورمتي ولا لا، وتقدر تعلق الفليكشن رينج بتاعه كم من كذا لكذا زي ما قلنا سواء اكتف او باسيف. اوكي يا رب يكون الطريقه دي وضحت. لازم تقدر تعرف تقيس ديمونستريت التست سواء بالطريقه دي او الطريقه دي. الطريقه اللي انت عايز تعملها اعملها بيها. اوكي وتقيس طبعا بالجونيومتر زي ما قلنا. طب واحد هيقول لي هو احنا لازم في الامتحان نعمل التوماس تيست مع ان العيان وهو واقف باين قوي ان عنده فليكشن اتيتيود اوف ذا او فيكس فليكشن ديفورميتي في الهيب بالنظر وعنده اللمبر سباين بتاعه مقعر لقدام وانكريز لمبر لوردوسس؟ اوعى تغلط الغلطه دي وتقول لا انا مش محتاج دي واضحه. لا انت لازم تقول انت لازم تعمله عشان اللمبر لوردوسس وهو واقف بي اندر استيميت الديجري او الماجنيتيود اللي انت لازم تقيسها بالظبط بالجونيومتر او بالمنقله. اوكي فلازم تعمله طبعا دايما تعمل التست طالما مش هيسبب للعيان وجع. هعيد وازيد في المعلومه دي. ايه الكومن بيت فولز او الفيتال ميستيكس؟ انك انت تو فورجيت. كلنا في الاستريس بتاع الاكزام عشان كده لازم تعيد وتزيدوا في البراكتس قدام بعض وتغلطوا بعض وتقولوا عليك وتراهنوا بعض مين اللي هيعمله صح ومين اللي هيعمل غلط ومين اللي هينزل. لما هتعمله كتير مش هتبدا تنسى الكلام ده في الامتحان مع الاستريس بتاع الاكزام. Fatal mistake or common pitfall not to put your hand under the lumbar spine to demonstrate that the lumbar lordosis has been flattened or obliterated or eliminated. It must be carried out on a hard surface. ما ينفعش تيجي سرير يبقى يعني soft وتعمل عليه، مش هينفع لان كده هيخلي الريزلتس ما تبقاش accurate. كمان لو انت على عيان عادة ما ينفع او يعني جرى العرف انه مش صح قوي انه ندخل عيانين عندهم مركبين توتال هيب انسيتيو، ومع هذا لو حسيت ان عنده لازم تقول الاكزامينر اتس بيتر نوت تو دو ذس تيست عليه عشان خاطر انه ممكن يخلع معي. اوكي طيب في عندنا بقى البيت فولز الثانيه او الحاجات الثانيه. ممكن عيان يكون عنده فيكسد فليكشن ديفورميتي في الني ويكون الركبه بتاعته مش هتتني. طب انت هتعمل ايه؟ هتعرف الفيكس فليكشن ديفورميتي بتاعت الهيب هل هي بسبب ان هي موجوده في الهيب ولا الني؟ وده فيري كومن كويستشن موجود في الاكزام. نبص على الفيديو ده. لو العيان عنده هنا الرجل معلقه مش عشان ان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي في الهيب، لا ده عشان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي في الني. وشايفين؟ طب احنا نقدر نعرف ازاي؟ لازم تخرج رجله بره عشان تخرج الركبه او الفيكس فليكشن ديفورميتي اللي ممكن تكون في الركبه بره الايكويشن. وساعتها لو كان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي في الهيب يبقى هي المسؤوله عنه. يبقى تاني يا جماعه لو العيان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي في الابسي لاترال ني ممكن تكون هي السبب ان هي اللي معلقه الهيب ومش قادر ان الهيب بتاعه يلمس الكاوتش او البيت. طب تعمل ايه عشان تخرجها بره الايكويشن؟ تخرج رجل العيان بره السرير خالص، فساعتها انت حيدت الركبه وخرجتها بره الايكويشن. فلو عنده لسه فيكس فليكشن ديفورميتي تقدر وانت مطمن تقول انها دي جايه من الهيب مش من الني. اوكي وتبدا تعمل التست بتاعك تتني الناحيه الثانيه وتبدا تشوف هل في فيكس فليكشن ديفورميتي في الهيب ولا لا. اوكي طيب عشان كده يا جماعه في وان اوف ذا موديفيكيشنز، في شويه موديفيكيشنز بقى اتعملت على التست انك تقدر تخرجها بره. انا بجيب لكم كل الطرق اللي انا اي كيم اكروس، او تقدر تخلي العيان ينزل على حرف السرير او اون ذا ايدج اوف ذا كاوتش وتقدر ساعتها تعمل. فانت حتى لو عنده الركبه فيها سبب فيكس فليكشن ديفورميتي مش هتاثر انها تاثر على التست بتاعنا. زي ما احنا شايفين هنا الفيكس فليكشن ديفورميتي كانت قد ايه، واول ما نزلناه على الايدج اوف ذا كاوتش او السرير بان انه ان في فيكس فليكشن ديفورميتي اوف ذا ني، ات مايت بي ريسبونسبل فور ذات. وزي ما هنشوف تيست ثاني اسمه موديفايد توماس تيست وهنقدر نعرف. عندنا برضو حاجه ثانيه، ممكن يكون العيان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي كبيره قوي، فنيجي نعمل التيست هنلاقي ان رجله علقت وكمان مسببه له وجع. تعالوا نشوف الفيديو ده. شايفين يا جماعه اما بدا يعمل لقينا الفيكس فليكشن ديفورميتي كبيره قوي، ولدرجه ان هو كل ما بيتني عشان يوصل للتشيست شايفين الرجل معلقه، والرجل المعلقه دي هتبقى فيري بينفول للعيان. ما تنساش يا جماعه بليز بليز تيك ديو كير انك ما تخليش العيان يحس. تعمل ايه ساعتها؟ انت ممكن بقى بدل ما تعمل كده انت تبدا بالوضع بتاعنا اللي كنا قايلينه التاني، ان الاثنين متنيين وانت متاكد اهو ايده تحت اللمبر سباين،
وتبدا تفرد الرجل اللي انت عايز تتست وتشوف هتقف لغايه فين. لقيتها هتعلق او هيبدا يحس بوجع تقف وتقول اه يبقى انا هستوب هنا، يبقى دي الديجري اوف فيكس فليكشن ديفورميتي. تاني يا جماعه، لو في جريت فيكس فليكشن ديفورميتي او بيج ديجري او سيفير ديجري اوف فيكس فليكشن ديفورميتي، هنلاقي وانت بتتني الرجل الثانيه ان الرجل ممكن تبقى معلقه اكشلي، وذس مايت بي فيري بينفول تو ذا بيشنت. كويس، وانت برضو عايز تعرف بالظبط، فانت تبدا بالعكس انك انت تبقى تاني رجلين. وعشان كده هتلاقي ناس من اللي بيعملوا التوماس تيست، يمكن انت دلوقتي تقدر تفهم ليه بيبداوا من وضع ان الاثنين بوث فولي فليكست على التشيست، ويبدا يتني يفرد واحده بواحده، ويقدر ساعتها يعرف الفيكس فليكشن ديفورمتي. ولو لقيتها هتبقى سسبندد ستوب او بدات تبدا وجع، يبقى هنا الديجري اللي تقيس عندها. اوكي، دي وان اوف ذا تيبس. زي ما قلنا قبل كده ان في موديفيكيشن لتوماس تيست، من ضمنها ان احنا نجيب العيان at the edge of the couch. ده ساعات بيتقال عليه موديفايد توماس تيست. انا حبيت برضو اعرفكم من الويب سايت اللي هو كلينيكال فيزيو، الحقيقه من الويب سايتس اللي جايبه التيست كويسه اللي اي كيم اكروس برضو. وفي نفس الوقت ليه فانكشنز ثانيه زي ما هنشوف. والاول والعيان قاعد هيقدر يتني الركبه كده، يقربها من التشيست، وبعدين يبدا ينام كده وهو رجليه تبقى على الايدج اوف ذا كاوتش. واحنا عارفين لو كان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي نقدر نعرف اذا كانت هي المسؤوله ولا لا. لو لقينا هنا هو خارج اون ذا ايدج اوف ذا كاوتش، هتلاقي هنا ان في فيكس فليكشن ديفورميتي. لو كانت مسؤوله المفروض ان الهيب يبقى فلات اون ذا كاوتش، انما لو في فيكس فليكشن ديفورميتي اوف ذا هيب او هيب فليكسر كونتراكشنز، هتلاقي من هنا بقى في انجل وتقدر تقيسها بالجونيومتر. طب ولنفرض ان الكوادريسبس نفسها فيها ده نقيس الانجل هنا، لو كان هنا في contracture of the hip flexors. طيب لو كانت الكوادريسبس نفسها بقى كلها tight، هنلاحظ ايه؟ ان هو اول ما نام هنلاقي ان الني مش قادرين نجيبها لل 90. يبقى تاني وانت بتعمل التست ده، الشرط بتاعنا انك تقدر تتني الناحيه الثانيه while the knee at 90 وهنا الهيب فلات. لو الهيب مش فلات والني 90، تاني نركز في الحته دي، لو الهيب مش فلات والني 90 يبقى نقدر نقول ان هنا في فيكس فليكشن ديفورميتي على مستوى الهيب. ال 90 degrees of the knee ده معناها خلاص ان الكوادريسبس ما فيش هنا فيها اي كونتراكتشر. طيب والكونتراكتشر اللي هنا جاي منين؟ من الهيب فليكسرز، هو اللي عامله الفيكس فليكشن ديفورميتي اوف ذا هيب. طيب لو الني، لو الكوادريسبس، لو العيان عند بعض البيشنتس عنده كوادريسبس تايتنس، هنلاقي ان الركبه مش هنبقى قادرين نوصلها 90 درجه، وساعتها الركبه هتبقى مع علاقه او اكستندد، او مش قادرين نجيب 90 degrees of flexion. ليه فانكشن ثالثه؟ ايوه، قال لك ان هو ممكن كمان لو العيان عنده what we call tightness of the lateral structure، حاول تتنيها عند 90، هيكون الني drift laterally وهيبقى فيه يحصل زي abduction على مستوى الهيب. يبقى ثالث حاجه انك انت normally انه الرجل هتبقى neutral، انما لو انت بتتني الركبه وفي عنده tightness للateral structures of the thigh، هنلاقي انه الرجل ممكن to drift laterally او need drift laterally in abduction position. كل ده ممكن تعمله وتعرفه من الموديفايد توماس تيست او what we call ساعات بيتقال عليه اسمه كندل تيست. اوكي، والكندل بالذات ده الجزء بتاعه اللي بيتقال عليه كندل او بيركز على ان الركبه مش قادره تتني لغايه 90 وبتبقى معلقه شويه، اللي هو لو في عنده quadriceps tightness او more specifically rectus femoris contracture او tightness. اوكي، انا بعيده كذا مره لان زي ما قلت لكم احنا محاضره examination مش هنوصل دي. بحاول الموفمنت، انا عارف ان الصوت واقف. اي تاني بعد ما خلصنا الجزء الاولاني من الموفمنت وعرفنا بدانا ليه بالتوماس تيست والطرق المختلفه ان احنا نقدر نعملها، دي التيبس والتريكس اللي اي كيم اكروس قلت اشرحها لكم، بنكمل وعرفنا من خلال نقدر نقول الفليكشن رينج قد كده في الناحيه دي والناحيه دي. وما ننساش عشان ان في حاجه اسمها اكتف رينج وفي باسيف رينج. اوكي، بقيت النورمال رينج اوف موفمنت هتبدا تعمله. الفليكشن عاده لازم تبقى حافظ ارقام وطبعا الفيجرز دي اون افريج، بس طبعا في ستاندرد ديفيشن وفي رينج بيفرق من عيان لعيان، انما اون افريج اتفقوا على انه الفليكشن ممكن اب تو 130 اللي هو الني تتاتش التشست، طبعا بتفرق لو اوبيس بيشنت اتسترا.
الاكسترنال والانترنال روتيشن، خد بالك الروتيشن موفمنت ممكن تعملهم في الاكستنشن وفي الفليكس. الاكستنشن بيبقى حوالي، تاني هبدا بالاكسترنال روتيشن وبعدين الانترنال روتيشن، حوالي من 30 ل 40 درجه، والانترنال روتيشن حوالي ل 40 ل 50 درجه، ده في حاله الاكستنشن والليج اكستندد. انما تقدر تعمل الروتاتوري موفمنت والهيب فليكس طبعا. وساعتها برضو اتقال ان الاكسترنال روتيشن ريج بتاعه من حوالي ل 40 ل 50 درجه، والانترنال روتيشن من حوالي 30 ل 45 درجه. In addition لايه؟ للابدكشن والايدكشن. اوكي؟ بالفاليوز اللي احنا عارفين. برضو من حوالي من 30 ل 50 ومن 20 ل 30. طبعا زي ما قلنا ان في variations from patient to patient، بس احنا بنقول ده على اساس ان هو رينج. اوعى انت هتقيس الكلام ده كده، في precautions. Never forget وانت بتقيس الرينج اوف موفمنت انك تستابيلايز البلفس. ايه التيبس والتريكس ان تستابيلايز البلفس؟ اول حاجه لو انت بتقيس مثلا الابدكشن لازم تحط ايدك على الاي اس اي اس الانتيريور سوبيريور ايليك سباين. ليه؟ لانك ممكن وانت بتحسب ان العين بيعمل ايه ابدكشن من الهيب، ممكن يكون جاي السورس بتاع الابدكشن هنا خلص على مستوى الهيب وبدا يحصل من البلفس. فانت تعرف ازاي تحط ايدك على البلفس او تحس تحط ايدك على الاي اس اي اس او تريست يور هاند او فور ارم على البلفس، عشان اول ما تلاقي الحركه جايه من البلفس ستوب، يبقى الرينج اوف موفمنت رينج اوف ابدكشن او اي ديدكشن اللي جاي من الهيب هيبقى من كذا لكذا، من 0 مثلا ل 30 درجه، انما من 30 ل 50 اللي انت قدرت تزودهم دول اكتشوالي بدا البلفس يتحرك. فانت عرفت الكلام ده ازاي؟ انك انت يو ار هولدنج ذا اي اس اي اس او اسيستنج او حاطط ايدك على البلفس. اوكي؟ وتبدا ساعتها تقيس. زي ما احنا شايفين كده هو حاطط ايده على الاي اس اي اس اون بوث سايدز او على البلفس ويبدا يعمل ابدكشن. اول ما يحس انه البلفس بدا يتحرك يبدا يقول يبقى ده الرينج بتاع الابدكشن اللي خارج من الهيب. في طريقه ثانيه تعرف تثبت بيها البلفس، اه طريقه ثانيه وتريك بتتسالوا عليها، انك انت يمكن دي مش واضحه، او انك انت تابدكت الاذر هيب، انك تخلي الاذر هيب يدنجل اوفر ذا ايدج اوف ذا كاوتش، يعني تخرج رجل العين الثانيه، ودي تنفع في الابدكشن تعملها، تخرج رجل العين الثانيه تخليها مدلدله على ناحيه السرير الناحيه الثانيه. زي ما احنا شايفين، حبيت اجيب لكم دي يمكن واضحه اكتر، قبل ما تعمل الابدكشن هنا تمجر الابدكشن هنا، تخرج رجل العيان الناحيه دي وتخليها خارجه من على السرير الناحيه الثانيه. اوكي؟ انت كده في الحاله دي ستابيلايز البلفس، مش هينفع البلفس ساعتها يتحرك. يعني يا الطريقه الثانيه تستابيلايز البلفس انك تحط ايدك على اي اس اي اس وتحس، اول ما تحس ان البلفس اتحرك تقف، لا، هنا مجرد انك تخرج الرجل الثانيه تخليها دانجلنج اوفر ذا اذر سايد اوف ذا كاوتش او بيت، يبقى انت كده ستابيلايزد البلفس، وتبدا ساعتها تقيس درجه الاي ديدكشن قد ايه. نفس القصه وانت بتقيس الاي ديدكشن، ما تنساش يا جماعه انك انت ستابيلايز البلفس. وزي ما قلنا الادكشن يمكن ده يوريكم اللي انا كنت بشرحه قبل كده، انك انت عشان تقيس الاي ديدكشن لازم يا ترفعها فوق الرجل الثانيه او ترفع الرجل الثانيه وتقيس من تحتها، لانك اوبيسلي لو خليتهم على نفس الليفل الرجل دي هتخبط في الرجل دي. فانت تقيس ازاي يا جماعه؟ يا تخلي حد يساعدك ويرفع لك الرجل الثانيه وتبدا تحرك دي من فوق او من تحت الرجل الثانيه لو انت رافع الرجل الثانيه، وتقيس بالجونيومتر، وما تنساش انك تستابيلايز البلفيك البلفس وانت بتقيس عشان تقدر تعرف which amount او which magnitude of movement جايه من الهيب، والباقي هيبقى جاي من البلفس لو بدا يتحرك. روتيشن انفليكشن عرفنا طبعا احنا لازم نعمل روتيشن ان اكستنشن وفليكشن. طب ليه انا مركز هنا على الفليكشن؟ طبعا برضو لازم هتبقى حاطط ايدك على البلفس ومتاكد ان مفيش اي موفمنت من البلفس، انما عشان كلنا بنتلخبط انهي انترنال روتيشن وانهي اكسترنال روتيشن. شايفين يا جماعه الانترنال روتيشن لما نيجي ندخل هتبقى الفوت اوتسايد، والعكس بالعكس لو هنيجي نعمل اكسترنال روتيشن هي اللي هتبقى دي. واللي بيلخبط اكتر ان احنا ساعات لما بنيجي ننيم العيان برون زي ما هنشوفه بنعمل له اير روتيشن. يبقى تاني وانا بعمل كده دي بعمل انترنال ولا اكسترنال روتيشن؟ هنا بعمل انترنال روتيشن، وهنا الفوت بدات تبص لجوه، بس اكشولي انا بعمل اكسترنال روتيشن اوف ذا هيب. ما تنساش اكزامن الكونترالاترال سايد وتقارن الناحيتين ببعض، تمام؟ يبقى احنا كل ده كنا سوباين اون كاوتش، خلصنا الرينج اوف موفمنت وبدانا بالتوماس تيست وعرفنا ليه. لاترال اون ذا كاوتش احنا قربنا نخلص يا جماعه، انا عارف ان انا طولت عليكم قوي، بس لاترال اون ذا كاوتش احنا بنخلي العيان ينام على الافكتد سايد على الناحيه، وبنخلي الافكتد سايد اب اللي احنا عايزين نبدا نكزامن ونقدر نحكم عليها، انما تاني تقدر تنيمه على الناحيتين سيكوينشالي. واهم حاجه في اللاترال اكزامينشن ذا كاوتش انك تقدر تعلق على الابدكتور باور. تعرفها ازاي؟ انك تسال العيان تقول لو سمحت ممكن ترفع الرجل وتوريه
فتشوفوا بيعمل اكتيف اي ريدكشن ولا لا، والبالبيتال كونتراكشن ودي مهمه جدا وبرده دي بتديك بوينتس اكتر. ممكن كمان لو عايز تاخد فول مارك حتى بدون ما تسال، بس لازم تكون محضر نفسك، وانا هوريك تحضر نفسك ايه، تجريد الباور اوبسلي. انت لازم تكون عارف الكلام ده لانك داخل تاكزامن هيب او سباين او ني او وات ايفر، فانت لازم تكون عارف الباور. واصدقائنا بتوع السباين اشطر مننا في الام ار سي جريدنج، ده اسمه ايه، ميديكال ريسيرش كونسل جريد، اللي كلنا نعرفه، ومحمد هاني والناس بتوع السباين اشطر مننا فيها طبعا. Grade 0, no contracture, 1 flicker, بعدين active movement with gravity eliminating 2, 3, 3 active movement against gravity, and then 4 against gravity and resistance, and then normal power. ولازم تبقى عارف كويس جدا كل الموديفيكيشنز اللي سمعت عنها، عشان لو عايز تحصل في الزمالات المختلفة أو على مستوى الدكتوراه الفول مارك، وتعرف إن ساعات بيتقال الفور بيقسموها الفور بلس أو فور أو فور ماينس على حسب كمية sub maximal movement against resistance, moderate movement او slight movement. اوكي تمام. ممكن كمان تحتاج تقيس المسل بالك، يمكن بنحتاجها في حاجات تانية، بس برضو في الهيب لو انت عايز تقارن ان في مثلا الكواد ويستنج الناحيه دي والناحيه دي، بتيجي تاخد لاند مارك معينه، ممكن تاخد لاند مارك عند التيبيال تشيبرسي او الميديال جوينت لاين، وتقيس منها مثلا 20 سم الناحيه دي و20 سم ميجر، وتقيس عند نفس البوينت دي وتقارن اليمين بالشمال وتشوف بالظبط انت اس دي. انا حبيت اضيفها البرزنتيشن ده عشان حتى لو احتجتها في الـ في الاكزامينيشن راوند ده. نفس القصه لو انت عايز تقيس البلك بتاع الكاف ماسلز، برضه هتثبت نقطه معينه التيبيال تشيبرسي في تنزل تحتها مثلا 15 سم بالمزوره و15 سم بالمزوره الناحيه دي والناحيه دي، وتقارن السيركمفرنس هنا وهنا، عشان ساعتها تقدر تقول وانت متكامل المسل بلك او دريز ويستنج على ناحيه اكتر من او اقل من الناحيه اقل من الناحيه الثانيه. ما تنساش يا جماعه من اللاترال، احنا قلنا بنشوف الابداكتور باور وكلمنا على الام ار اي سي جريدنج، انما كان ممكن تعمل موفمنت ثانيه غير الابداكشن. الاكستنشن ممكن تعملها في اللاترال بوزيشن وتقدر تقول تعلق عليها قد ايه، انما كمان ما تنساش ان الاكستنشن بنشوفها بالذات في البرون بوزيشن زي ما هنشوف بعد شويه، انما اللاترال بوزيشن ممكن تقيس فيه برضو الاكستنشن. اوكي انما هو في البرون. ما تنساش انه لو عيان، ما تغلطش الغلطه دي، لو عيان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي وهتغلط تقول الاكستنشن كذا، اكشلي هو هنا بالماينس، فانت ما تغلطش وتقول الاكستنشن، الا لو هتقول ان هو اتس ماينس كذا او عندي اكستنشن لاج اوف كذا. فدي برضو وان اوف ذا تيبس اند تريكس اللي ممكن ساعات بنقع فيها. اخر حاجه برون اون ذا كاوتش، يبقى احنا نايمنا العيان الاول سوباين اون ذا كاوتش، بعدين لاترال اون ذا كاوتش، وبعدين برون اون ذا كاوتش. انا بفكركم بس على كل مرحله بنعمل ايه. البرون اون ذا كاوتش ما تنساش برضو بليز تراي تو افويد انك تقول لعين نام برون لو عنده سيجنيفيكانت بين او عنده فيكس فليكشن ديفورمتي. اكشوالي انت ساعتها مش هيبقى الوضع ده كومفورتبل للعيان قوي، فانت لازم تقول للاكزام، انما لو قال لك اعمل انت يو هاف تو تيل هيم اي وود افويد باي اول مينز اف ذير از سيجنيفيكانت بين عند العيان، او اكشوالي لو عنده فيكس فليكشن ديفورمتي فمش هقدر انيمه برون اون ذا كاوتش بروبرلي. تقدر تحكم على الجلوتيال بالك وتبص على الباتوك كونتور الناحيه دي وتقارنها بالناحيه الثانيه. تقدر تعمل روتيشن ان اكستنشن زي ما قلنا، وتقدر تشوف الديجري اوف اكستنشن. تعالوا نشوف ده هنا الروتيشن اكستنشن، شايفين يا جماعه الله دي اسمها ايه؟ اكشوالي انترنال روتيشن مع ان الرجل عامله ازاي، ودي اسمها ايه؟ اكسترنال روتيشن. فلازم الجونيورز بالذات يعودوا عينيهم على طريقه الانترنال روتيشن والاكسترنال روتيشن في الفليكشن والفرق بينها، وانا عاملها في اكستنشن وشكل الرجل بيبقى رايح فين بالظبط. بعد كده زي ما قلنا الاكستنشن ده المكان انت برون تقدر تقيسه. طب ليه قلنا انك تقدر تقيسه في اللاترال؟ عشان لو العيان عنده فيكس فليكشن ديفورميتي انت اصلا مش هتحتاج تكمنت، بس تقدر كمان تقدر تقول للاكزام انك تقدر تقيسه في اللاترال او في البرون بوزيشن. اوكي يبقى تاني يا جماعه افكركم بالموف، تاني ستيب اتكلمنا عليها بعد اكشلي الثالثه لوك فيل ودلوقتي الموف. بدانا بالتوماس تيست وعرفنا كل البريكوشنز بتاعته وان احنا بنبدا بيه عشان نقدر نقول نعلق على رينج اوف موفمنت اون بوث هيبس، بعدين دخلنا في الرينج اوف موفمنت بقيته الاي ريدكشن اي ديدكشن روتيشن انترنال واكسترنال روتيشن سواء في فليكشن او اكستنشن، وعلقنا ان احنا لازم ازاي نقدر نعرف نثبت البلفس او نستابيلايز البلفس عشان نقدر نعرف الفرق بين درجه الرينج اوف موفمنت اللي جايه من الهيب او اللي جايه من البلفس. لاترال اون ذا كاوتش ونعلق على الابداكتور باور اللي هو بالام ار سي جريدنج، بعدين برون اون ذا كاوتش ونعلق على الجلوتيال بالك الناحيه دي والناحيه دي، روتيشن اكستنشن والاكستنشن. اوكي سبيشال تيست اخر حاجه
قبل ما اختم، هتلاقوا يا جماعه في كذا كتاب فيه مليون تيست، والكتاب الثاني كتب 10 وده 15. هل انت لازم تعمل خالص؟ انا هقول لك كام تيست كده هو دول اللي انت مهم عندك، وهمهم الحقيقه قلناهم اللي هو التوماس تيست والترندلنبرج تيست او ساين. انما في الفابر تيست اللي هو فليكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن، اللي هو بيتعمل ازاي، بتطلب من العيان او بتحط رجل عيان في فليكشن اوف ذا هيب ابدكشن واكسترنال روتيشن، وتيجي الرجل الثانيه بتبقى على الليفل بتاع الركبه. ساعات بتسميه فيجر اوف 4، شايفين يا جماعه عشان كده بيسموه فيجر اوف 4 تيست. يبقى الفابر تيست او الفليكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن ده بنعمله ازاي؟ بنطلب من العيان يعمل فليكشن ابدكشن اكسترنال روتيشن، وبنحط الرجل بتاعته بيبقى الفوت ريستنج على الليفل بتاع الركبه او فوقيها تقريبا، وده الشكل بيبقى معمول الفيجر 4. ده الطريقه بتاعته. بنعمل ايه بعد ما بنعمل كده؟ بنبدا نعمل داونورد بريشر على مستوى الركبه الناحيه هنا زي ما احنا شايفين، وبنشوف العيان بيحس بديسكمفورت ولا لا. الديسكمفورت ده ممكن يحسه على لو في هيب باثولوجي على مستوى الهيب، وممكن هو اكتر ومشروح اكتر او موصوف اكتر في حالات السيكلو ايلياك جوينت. وهتلاقي ناس يقولوا ان هو العيان بتساله لو عنده pain in the posterior aspect of the sacroiliac joint epsilaterally ده it might signify او denote انه في pathology في ال epsilateral sacroiliac joint. I came across some articles وحتة تانية كاتبين انه ممكن even ساعات بيسمع في الناحية التانية، بس الاغلب زي ما شفت في ال epsilateral sacroiliac joint. وطبعا ممكن يبقى فيه برضو pain او discomfort experienced by the patient على مستوى الجروين او الهيب joint. وعرفنا ده اسمه flexion abduction external rotation test. تاني واحد مشهور برضو هو الفادر impingement test او flexion abduction internal rotation. تاني بيتعمل ازاي؟ بتطلب من العيان ينام supine on the couch، بعدين تبدا تعمل flexion up to 90، وبعدين internal adduction، وبعدين internal rotation. يبقى تاني يا جماعه supine on the couch، بعدين flexion to 90، وبعدين adduction فاد در، بعدين internal rotation. ده بيتقال ان هو بيبقى positive في حالات لو في impingement syndrome او femoral acetabular impingement syndrome. هل هو reliable reliable بنسبة 100%؟ لا طبعا، احنا دايما لازم نعرف انه لو في اي pathology في الهيب this test might be positive، عشان ده common myth عند بعض الناس. لازم تعرف ان الفادر تيست ده لو عنده اوسيو ارثرايتس ممكن يبقى بوزيتيف لو عنده ادفانس اوسيو ارثرايتس. يعني هو مش بس سبيسيفيك، فالسبيسيفيسيتي بتاعته مش 100% طبعا في حالات الامبنجمنت تيست، ولكن هو من ضمن التيست ان كومبينيشن ممكن بتشخص بيها الامبنجمنت تيست وبيبقى بوزيتيف ان اديشن تو دي اذر راديولوجي، زي ما ان شاء الله ربنا ممكن نبقى نشرحه في محاضره ثانيه ان شاء الله. يبقى تاني فليكشن ادكشن انترنال روتيشن، this is not 100% specific or sensitive لل impingement test. In fact لازم يتعامل مع other tests in addition in combination مع ال other radiology عشان نقول ان ده specific او ده يدينوت ال impingement test. في اخر تيست او يعني قبل اخر تيست في حاجه اسمها اوبرز تيست، وده بنعمله ليه يا جماعه؟ الاوبرز تيست ده هتلاقي كتير بيتقال ان هو بيسيجنيفاي او بنعمله في حالات ان احنا شاكين ان في عند العيان tightness of the iliotibial band. الحقيقه ده مش quite correct. لازم نعرف انه بيتقال ان هو ممكن يكون عنده contracture او tightness of the lateral structures of the thigh including the iliotibial band، يعني مش بس الiliotibial band. فدي حاجه مهمه جدا جدا، لانه ممكن يكون التنسور فاشيالاتا ممكن تكون عنده فيها برضو adding للcontracture. فعشان كده دايما نقول ان ده it might denote ان في tightness of the lateral structures of the thigh including the iliotibial band. بيتعمل ازاي؟ بنيجي نتني الركبه الاول، بيبقى العيان الهيب بتاعه لازم نيوترال روتيشن مش انترنال ولا اكسترنال روتيشن. انا قطعت الفيديو هنا عشان اقول لكم الحركات الاساسيه. وبعدين بنتني 90 على مستوى الركبه، ونبقى حاطينها في الاكزيلا او بين ال دراعنا او الهيومرس او الارم وما بين الريبس او الشيست، وبيبقى ناخد بالنا ان هنا في نيوترال روتيشن، والبلفس از الهيب اكستندد مش فليكس، دي مهمه جدا. وتانيين الركبه 90 درجه، وبعدين عاملين ابدكشن، وبعدين الستيب اللي بعد كده نخلي ننزل الرجل كده ونطلب العيان ايه ديدكت. مفروض انه العادي ان احنا مع
لما نيجي ندروب الرجل هنا واحنا حاطين ايدينا هنا وسبورتنج الني، المفروض ان الرجل دي دب وتسقط ويحصل اي ديدكشن على مستوى الركبه، ده النورمال. لو العيان عنده tightness of the lateral structures، الحقيقه ايه اللي هيحصل؟ ان الرجل هتفضل معلقه او مش هيحصل complete او full اي ديدكشن على مستوى الركبه. يبقى تاني يا جماعه الاوبرز تيست بيسيجنيفاي ايه او مايت دينوت ايه، بنعمله ليه عشان نعرف نشوف هل في tightness of the lateral structures of the thigh including the iliotibial band، مش بس الiliotibial band. نقدر نعمله ازاي؟ لازم نتاكد ان الهيب اكستندد، نيوترال روتيشن، الني از فليكس، وحاطين الرجل بين الارم والتشست وول بتاعنا او الريب كيج. وبعدين واحنا عاملين اي بيدكشن وحاطين ايدينا كده نبدا ننزل الرجل، مفروض من اي بيدكشن لاي ادكشن مفروض ان الرجل تسقط عادي خالص. انما لو العيان عنده تايتنس هتبقى الرجل معلقه ومش هيبقى فيه كومبليت اي ديدكشن. ما ننساش يا جماعه وان اوف ذا ميستيكس او التيبس اللي حبيت اقولها، تاخد بالنا واحنا بننزل الرجل ممكن نغلط ونعمل روتيشن، عشان كده عمال بعيد وازيد، لازم الهيب يبقى ان نيوترال روتيشن، ما نعملش انترنال روتيشن من غير ما نقصد واحنا بننزل نعمل اي ديدكشن، عشان ده ممكن ياثر على الريزلتس بتاعه التست. اوكي طيب، في موديفيكيشن الشكل ده لقيته كويس جدا من الجنب عشان يوريك ان الهيب هنا اكستندد ونيوترال روتيشن و90 درجه الركبه، وبنحاول كات اي بدكتد وبعدين بننزلها. الصح انها تنزل من غير ما نعمل انترنال روتيشن زي ما احنا شايفين، وانها تلمس. لو فضلت معلقه او مفيش كومبليت اي ديدكشن يبقى ده معناه ان في تايتنس اوف ذا لاترال ستراكشرز اوف ذا ثاي انكلودنج ذا اليوتيبيال باند. في موديفيكيشن، في ناس قالوا ان انا لما باجي اتني الركبه بيحصل ان بعض العيين بيكون عندهم كوادريسبس كونتراكتشر او تايتنس بتسبب لهم بين، وده من ايه؟ عشان وانا بتني الركبه بشد او بسترتش الكوادريسبس اكتر. طب ما تيجي نريح الدنيا نعمل ايه؟ وكل حاجه، وبعدين يبدا ينزل الرجل تاني ويشوف هتنزل ولا هتبقى معلقه. ده بس حبيت اعرفكم الموديفيكيشن ده. وده تاني التست ده انا مقطعه من كلينيكال فيزيو ويب سايت او كلينيكال فيزيو يوتيوب شانل. اوكي اللي عايز يتفرج على الفول فيديو ممكن يتفرج عليه، بس انا حبيت اقول لكم المين بوينتس بتاعتي. اخر تست، اتعشى من يكون اخر تست ان شاء الله، مش ايليس تيست، ايلايس تيست، بيسموه ايلايس تيست، وده بيتعمل عشان نعرف اذا كان في اي ريكتس فامورس كونتراكتشر او لا. ان العيان بينام برون، وبعدين نبدا الناحيه الاولانيه اللي احنا نبدا بنفلكس الني خالص ونشوف هنا هل في اي جامب على مستوى الباتوك ولا لا، وبعدين بنعيد التست الناحيه الثانيه. لو العيان عنده اي ريكتس فامورس كونتراكتشر هنلاقي هنا انه الهيب هيبدا الباتوك يحصل فيها جامبنج لفوق وتبقى عامله بالمنظر ده. يبقى تاني يا جماعه مش الاليس تيست، الايس تيست، ذاتس هاو اي فاوند ذيم برونونسينج ات. فانت بتتني الرجل دي الاول وتشوف هنا هيحصل جامب على مستوى الباتوك الناحيه دي، بعدين ترجع تعيده الناحيه الثانيه، وهنا عشان ده بوزيتيف تيست سيجنيفاينج او دينوتنج ذات ذير مايت بي ريكتال فيمورس كونتراكتشر، فلقينا انه حصل جامب هنا على مستوى الباك او الهيب. اوكي في انذر تيست اي كيم اكروس اسمه كريكس تيست، ده لو حد سالك، لو انت عايز تجيب بقى فول ماركس يعني، وحد سال يا جماعه ما حدش يتطوع انه يعمل سبيشال تيست انليس انك انت الباثولوجي اللي شكك فيه كذا، فتقول انا اي وود لايك تو دو كذا كذا وتبدا تشرح وتوريه. طيب ايه التيست الكريكس تيست ده؟ بيتقال عشان تقيس بيه الفيمورال انتي فيرجن، وده بننيم العيان فيه ان برون، وبعدين نبدا نتني الركبه 90 درجه، وبعدين نحط ايدينا على الاوفر جاستروكانتر، وبعدين الاذر هاند نبدا نروتيت بيها الرجل، ونبدا اكسترنالي اكشولي هنا انترنالي روتيت، هي تبان ان احنا بنعمل اكسترنال روتيشن بس اكشولي احنا بننترنالي روتيت الرجل. وانت بتعمل كده بتنترنال روتيت عشان تقيس لغايه ما مش كويس، اتس ا ليتل بيت رف تيست، وساعتها تقدر تقيس الانجل ما بين الايماجينري فيرتيكال وبين الرجل بتاعه العيان. اوكي يبقى تقدر تقيس ساعتها الانجل دي، وتقدر تقول انه الاماونت اوف انتي فيرجن العيان دي قد كذا. اوكي طيب اخر حاجه قبل ما انهي، احنا اتكلمنا عن لوك فيل موف وسبيشال تيست. ما تنساش وانت في السبيشال
never ever forget circulation distal pulses لو انت ما كنتش لسه حسيتها في الاخر لازم تحسها. في areas concealed او hidden كلنا ممكن ننساها اللي هي الجروين والبرينيوم it's part and parcel من الاكزامينيشن بتاع ال hip joint. ما تنساش اهم حاجه it's pass or fail سواء شورت كيس هتقول له ان ideally I need to examine كذا وكذا حتى لو ما فيش وقت تقول له انه اللمبر سباين والني انه الاكزامينيشن اوف ذا هيب از انكمبليت من غير ما اكزامين السباين والني فده مهم جدا جدا جدا. فانت لازم تاكزامين الكيفالات جوينت وكمان الكودات جوينت اللي هو الني. And you could state it انه الاكزامينيشن اوف ذا هيب از considered to be incomplete without examination of the spine and the knee. In summary لو سمحت throughout the examination سواء وانت بتاكزامين العيان في البراكتس او في الاكزام انت لازم لما تبدا في البراكتس تعمل الكلام ده. هتيجي يوم الاكزام وانت ستريس هتلاقي نفسك بتعمله زي ما قلنا انت عامله لوحدك خلاص انت مش محتاج حد يفكرك فبتعمله وانت اكنه subconscious act وناتشرال فلو زي ما قلنا في الاول. Be polite and courteous do not hurt the patient اول ما تحس انها تسبب وجع لو سمحت stop واعتذر ولازم تسال العيان او تقول للعيان لو سمحت اول ما تحس باي وجع please stop me okay be systematic don't jump into conclusions يعني ما تتسرعش لقيت مش ده عنده لا خليك في الاخر دايما الاكزامينرز في الزمالات بالذات وفي الدكتوراه بيحبوا انك انت تكون مرتب اعمل الاكزامينيشن وبعدين ابدا رتب افكارك وبي systematic don't jump into conclusions be clear and concise in your summary يعني لو انت عندك الوقت اللي مديهولك لو سمحت ممكن تسمرايز خليك clear to the point وconcise ما تقعدش بقى ايه تدريفت انتو رغي ملوش لازمه قول ساينز 1 2 3 4 بي ريدي فور ذا اونسلوت كلنا يا جماعه اتذبحنا وهندبح وكلنا ده اتس اول اباوت اكزامينيشن في كل حته وبالمناسبه الفريز دي او السنتنس دي انا جايبها من الكتاب بتاع اوزوستري فاحنا كلنا هنتعرض للكلام دو نوت جيف اب يعني مش عشان انت جيت تعمل التوماس يا رب لا طبعا يعني التوماس تيست بالذات والترندلنبرج مش عشان جيت غلطت في حاجه يبقى معناه ان انت لا قدر الله سقطت او يو فيل لا يو مايت هاف باست ا سيكشن وين يو ثينك يو هافنت وحتى لا قدر الله لا قدر لو ربنا ما كانش كاتب لك خلاص احتمالات اليومين دول ما بقاش فيه انك انت تسقط في لجنه في اغلب الامتحانات يعني هوبفلي انك انت سقطت لا ان شاء الله تعوض في اللي بعدها ويا رب ما حدش يسقط خالص باذن الله تعالى اوكي طيب قبل ما اختم التيك هوم مسج انا عامل ثلاثه سلايدز ممكن تعملهم سكرين شوت عندك على الموبايل وتعمل في كل التست كده ده بعد ما خلص examination of the knee examination of the foot and ankle لازم يا جماعة يبقى عندك lines أو items معينة انت حاططها ببالك هي دي ال concise points اللي انت هتمشي بيه أو slide فيهم IP فاكرينها introduce yourself to the patient ask for permission explain what you are going to do expose وبعدين ال position بتاع العيان ال clues عارفينها look from front side behind other side pelvic tilt هتعلق على الاي اس اي اس ليفل الستان سيمتري البلوكس لو انت عايز تستخدمها بعدين تعمل الترندلنبرج ساين وهتلاقيني هنا كاتب الجيت عايز تبدا الجيت تخليها فوق قبل اللوك او في اخر اللوك زي ما تحب اي بي كلوز لوك فرونت سايد بيهايند اذر سايد pelvic tilt ترندلنبرج جيت هو ده اللي انا عايزك تعمله بالظبط في الامتحان وتبقى داخل واثق من نفسك بالطريقه دي بعد كده سوباين اون ذا كاوتش ليج لينث ما تنساش انك هتميك البلفس سكوير وذ بيت ده بالذات في الترو بعدين لو ليك سكوير وستريت ذاتس فاين اف نوت وعندك ديفورميتي عرفنا ازاي لازم تحط الرجل الثانيه في نفس الديجري اوف ديفورميتي سواء اي ديدكشن اي ديدكشن فليكشن كونتراكشن ان في اي والفالجس والسيجمنتال ميجرمنت بعدين الجالياكسي ساين عشان تقدر تعرف اذا كان عنده ترو شورتنينج او ترو ليج لينث ديسكريبنسي انت عايز تعرف الليج لينث ديسكريبنسي تحت ولا فوق الركبه فتعمل جالياكسي ساين بعدين عايز تعرف سوبرا تروكانتريك ولا انفرا تروكانتريك بتعمل براين ترانجل عايز تاخد بوينتس ثانيه او senior examiner سألك انت عرفت بقية اللاين شرحناها بالتفصيل بعدين تدخل على المرحلة الثانية الفيل tenderness temperature والpulsations عشان ما تنساش تعملها في المرحلة دي او تعملها بعدين في الاخر مع الاسبيشال اللي قلنا عليها في الاخر بعدين تدخل على الموف ممكن تبدأ برينج اوف موفمنت ومع هذا قلنا ممكن تبدأ بالتوماس تيست وعرفنا كذا طريقة تعمله بيها وبعدين تعلق على الرينج اوف موفمنت الفليكشن وبعدين تدخل على الرينج اوف موفمنت الاي ديدكشن اي ديدكشن روتيشن انترنال واكسترنال في اكستنشن وبعدين فليكشن وعرفنا ان اهم ايتم او اهم بوينت انك لازم تستابلايز البلفس بالتيبس والتريكس المختلفه اللي احنا قلناهم قبل كده بعدين
هتنام العيان على جنبه lateral on the couch بعد ما كان supine on the couch، وساعتها بتقدر تحصل abductor power، تقدر تعمل extension كمان، وتقدر تعمل التجريد الباور using the MRC scale. بعدين تنام العيان prone، وعرفنا امتى ما تنامهوش prone، اذا كان عنده pain significant pain او عنده fixed flexion deformity you might not be able to put the patient prone on the couch. ولو كده هتقدر انت بتعلق على الجلوتيال بالك او الباتوك بالك كونتور وبتقارن هنا بهنا روتيشن اكستنشن وبعدين الديجري اوف اكستنشن اللي انت ممكن كمان كنت تتعلق عليها في اللاترال بوزيشن. بعدين ما تنساش السبيشال تيست، اهمهم الفابر تيست او الفادر تيست او ايفر از جوينج تو اسك يو اباوت، عايز تعمله الاوبرز تيست، عايز تعمله موديفايد اوبرز تيست او الكريجز او ايفر اللي انت عايز تعمله بعد كده، او اي تيست ثانيه ممكن تقراها في اي كتب. ما تنساش زي ما قلنا سيركيليشن، اوعى تنساها البلسيشن ثرو اوت او في الاخر لازم تقول له الكونسيفد الجراين والبرينيوم دول بارت اند بارسل اوف دي جدا ان اديشن للني طبعا. وعشان كده دايما بيقول مفيش اكزامينشن للسباين من غير هيب، والعكس بالعكس مفيش اكزامينشن كامل للهيب من غير سباين وكمان الني. لان كتير قوي يا جماعه في عياداتنا بنشوف عيان جاي لك بسباين بهيب بس كان بسباين كومبلينت وطلع في الاخر انه اي في ان ومتاكل وهو اتعمل له ديسك، والعكس بالعكس، او يكون عنده الاسوشيتد باثولوجيز ات ذا سيم تايم. فتاني دونت فورجيت سيركيليشن كونسيل والكيفالات مش هعيد تاني، لان دي باس اور فيل، اللي هيكزامن هيب من غير ما يكزامن سباين او ني هي مايت فيل. اوكي فاينالي ذا تيك هوم مسج، لوك فيل موف سبيشال تيست، دي لازم تعملها في كل الجوينتس بالذات في الهيب جوينت. وعرفنا الثلاث صفحات الاخراني الصفحتين اللي انا قعدت اقول فيهم السمري بتاع كل الفايندكس اللي هم دول ما تنساهمش لو سمحت، اللي هم اي بي كلوز لوك بيلفيك تيل تريندبرغ ساين جيت، شايف انا بزهقكم عشان تحفظوهم. بعدين سوباين اون ذا كاوتش ليج لينث، بعدين كالياتسي، بعدين برانس رانجل، بعدين ما انساش الفيل، بعد كده الموف توماس تيست رينج اوف موفمنت لاترال اون ذا كاوتش برون اون ذا كاوتش سبيشال تيست، وبعدين دو نوت فورجيت. اوكي اخر حاجه يا جماعه كيب سيستماتيك، يحتار عدوك فيك، لازم تمشي بطريقه سيستماتيك دايما. واحب افكركم تاني ان من احلى الكورسز ومن احلى الكتب اللي انا شخصيا استفدت منها هي اوزوسري اورثوبيديك كلينيكال اكزامينيشن، سواء البوك او الكورس. وطبعا في وورلد وايد بيتعمل كورسات كتير، وفي مصر طبعا من ضمنهم اوزوسري ستايل كورس، كمان كورسات القصر العيني، كورسات عين شمس، جميع الجامعات دلوقتي انا مش عايز انسى حد بيعملوا الكورسز دي. بس اهم حاجه الحقيقه في ادائكم وفي البرفورمانس وفي البراكتس هو البراكتس بتاعك، انك انت تتعلم في كورس بعد ما تسمع المحاضره وتروح كورس، انك تطبق يوميا على عيان وتاكزامن يور سيلف. يعني النهارده محمد دهاني ممكن اوريك انا هاكزامن قدامك الهيب، طب وممكن انت توريني، فانتوا تطلعوا الغلطات لبعض او يعني تشوفوا تدوا لبعض فيدباك ايه الغلطه اللي حصلت عشان ما تنساهاش. ودايما كل اللي انت هتعمله من غلطات في الامتحان ان شاء الله مش هيحصل. اوكي ثانك يو فيري ماتش. وانت عندك عيان هيبقى جاي من غير من غير ديفورميتيز او بديفورميتيز، ثانيه واحده انا هحاول بس اشوف بديفورميتيز او بديفور كلمه سكوير، يعني انت هتخلي العيان يبقى هو نايم على السرير يبقى الاي اس اي اس على الناحيتين على نفس الليفل، وده عشان كده بنقول عليه ويل سنترلايز بيشن او سكوير اون بيد. وده في العادي هيبقى عادي في العيان الطبيعي هيحصل. طيب امتى مش هيحصل او مش هتقدر تخليه يبقى كده؟ لو العيان عنده ديفورميتي. وفي الحالات اللي زي دي ثانيه واحده، وفي الحالات اللي زي دي زي ما قلنا عشان تقيس الابارنت ليج لينث ديسكريبنسي انت مش هتقدر تعمل سكوير، فانت مش لازم، انت هتقيس من الميد بوينت من زيف استرنم لغايه ميديا المغرب. اما في الحالات الثانيه ترو ليج ديسكريبنسي، لانك مش هتقدر تسكوير البلفس او مش هيبقى محطوط سكوير از ماتش از يو ويش عشان وجود ديفورميتيز، يبقى لازم تحط الرجل الثانيه في نفس الديجري اوف ديفورميتي بالظبط. ثاني يا جماعه هو ده المقصود بيها بالظبط. انا بحاول بس اشوف لكم الشكل بتاعها اللي انا وريته، بس anyway بسم الله الرحمن الرحيم اعتقد ان كده تبقى واضحه. هي كل القصه يا جماعه ان زي ما قلنا ان انت تحاول تحط العين في الاول اللي هو سكوير او ويل سنترلايزد. اوكي لو كان عنده ديفورميتي يبقى انت عشان تقيس الرجل الثانيه الترو ليج لينث ديسكريبنسي لازم تحط الرجل الثانيه في نفس الديجري اوف ديفورميتي بس كده. اوكي هاني ماشي يا فندم. طيب ال في اسئله برضه فاتحها، بس كلينيكال هيب اكزامينشن ديتكت جنرال هيب باثولوجي بس دازنت ديتكت سبيسيفيك هيب باثولوجي.
هو انا مش فاهم السؤال قوي، بس عموما اي اكزامينيشن في الدنيا اتس ده جزء من عشان توصل لدايجنوسس، اذا كان ده قصدك. الهيستوري مهم جدا، الاكزامينيشن مهم جدا، الانفستيجيشنز مهمه جدا. انما كل اللي تقدر تطلع بيه من الاكزامينيشن انه هتقدر تقول البوزيتيف فايندينجز سو اند سو اند سو، انما هل تقدر تحلف انه العيان ده مثلا معين؟ اوبفيسلي لا، بالذات او في اغلب الحالات لا. انما تقدر تقول ان العيان ده عنده فيكس فليكشن ديفورميتي، تقدر تقول ان العيان ده عنده ابداكتور ويكنس از دينوتد باي بوزيتيف ترندلنبرج او وادلين جيت، فيبقى عنده بايلاترال هيب باثولوجي كذا كذا كذا. فلو انا فهمت السؤال يس، انما هل اقدر اقول بعد ما اكزامن الهيب انه مثلا العيان ده عنده اي في ان؟ لا طبعا. انما بعدين الاكزامنر هيدخل معاك فيه، وده محتاج محاضره كبيره قوي، ايه الكومن كوزز اوف هيب بين وازاي تديل مع كل واحده وتشخص كل واحده منها ازاي. هو ده اللي بيحصل في اللونج كيسز، انك تقدر تقول موست بروبابلي ممكن العيان ده يكون عنده كذا وكذا وكذا، ونبدا نتكلم على الديفرنشال دايجنوسيس بيزد على الكلينيكال فايندنجز. مثلا لقيت الفابر تيست، فانت ممكن تقول ده ممكن يكون العيان عنده سيكريلياك جوينت باثولوجي مثلا. ف اي هوب ان انا اي ميد ذس كلير، انك بتقدر تطلع بالفايندنجز توصل بيها لحاجه. طيب التوماس تيست، يعني لو عين عنده موربيد اوبيزيتي في اي مشاكل او تيبس او حاجه؟ الموربيد اوبيزيتي دي في كل العيانين هتبقى مشاكل يا جماعه. الحقيقه هتبقى كويت انكمفورتبل للعيان اصلا ان هو يعمل، مش هتقدر توصل الرجل للتشيست بتاعه. بس زي ما قلت لكم احنا اوبفيسلي بنعمله مش عايزين نوجع العيان، فلو حسيت ان العيان هيتوجع هتحاول تعمل، وهتقول لو سمحت اول ما تحس بوجع بالذات يا جماعه في الامتحانات، ده مهم جدا جدا جدا، كويس؟ لان ما بقتش مسموح بيه. طيب انما افرض انك انت حاسس وانت بتعمله، في طريقه ظريفه جدا، لو قال لك ديمونستريت قدامي التيست، يو كود اكتشلي وانت بتعمل التيست، مع انها ساعات بتبقى اريتيتنج لبعض الاكزامينرز ساعات لا، بس لو انا شخصيا هبدا اوصف انا بعمل ايه، وابقى مؤكد على وانا بعمل كل ستيب بشرحها، مش بشرحها لوحدها عشان ما اقولش انت بتسمع لي التيست، لا وانت بتعملها، فانت تدرب نفسك انك تقدر تعمله وبتشرح انت بتعمل ايه. بس عشان يبقى عندك يبقى هو عارف انك انت مش عايز تعمل كذا، عشان مثلا العيان اتس كويت انكمفورتبل للعيان. التيبس بقى قلت عليها كلها او اغلبها اللي هي تقدر تعيدها معايا وانت بتعملها. بس تمام. طب بالنسبه للترو والابيرنت ليج ديسكريبنسي، ليه بنقيس من الزيف ستيرنال؟ ده سؤال. مش ممكن نقيس كل انتيريو سوبيريور اليك سباين، ولو طلعوا قد بعض يبقى apparent، ولو في فرق يبقى true؟ لا، هو انت عايز تقيس، انت ثانيه واحده، انت عايز انت true بالاناتوميكال، انت بتقيس بالاي اس اي اس لغايه الميديال ماريلس. تاني يا جماعه هنرجع للسلايد بتاعه انك ما ينفعش تقيس بالاي اس اي اس في وجود pelvic tilt، لان لو في pelvic tilt انت كده ما استفدتش حاجه للapparent. هو يعني ايه الابارنت الاول؟ نرجع تاني، الابارنت ده حاجه ظاهريه، هو اكشوالي there might not be a leg length discrepancy، فانت عشان كده بتقيس من الميد بوينت للناحيه دي. ولو رجعت لدي عشان افكركم ليه ممكن يكون في فرق بالشكل اللي كنت اهو، انا عايز اشيل بس ده لو طالع. شايفين يا جماعه ليه في فرق لما هتقيس من الميد لاين اهو؟ عشان الليم ده غير الليم ده، مع ان هما كده، انما عشان في حالات الابيرنت لينث ده انت بتعمله عشان تعرف الفانكشنال ليج لينث في حالات ان في ديفورميتي، فانت عشان عندك بلبك تلت وعندك ديفورميتي فانت هنا هيبقى فيه فرق. انما ترو لينث لا، مش هيفرق فيه